مساء الخير، نحب نرحب بحضراتكم اليوم الثاني من النتورك. هنبدأ دلوقتي الجلسة الرابعة بعنوان عرض تصور متكامل لاستراتيجية المشروعات الصغيرة تحليل لحالة صناعات الأجهزة المنزلية، وهيدير الجلسة دكتور أحمد فكري عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، دي الجلسة الأولى للنهاردة. أنا يسعدني في الجلسة النهاردة إن أنا يبقى معانا وأعرف الدكتور بهجت داهش. أنا أعرف الدكتور بهجت، استرجعت من الذاكرة من أكثر من 12 سنة. من 12 سنة زرت الدكتور بهجت في قطاع البحوث والتطوير في أولمبيك جروب، هو كان بيرأس هذا القطاع. بصراحة في ذاك الوقت يعني كان عنده مركز على مستوى عالمي في التطوير في الأجهزة المنزلية، وهو مؤمن بهذا المجال، وإحنا لدينا يعني شغل كتير مع بعض في غرفة الصناعات الهندسية، وهو من الناس اللي يعني متميزين في مجال البحوث والتطوير. حاليا هو بيشغل منصب رئيس قطاع الصناعي والتكنولوجي لمجموعة يونيفرسال، تولى العديد من المناصب أهمها رئيس قطاع البحوث والتطوير في أولمبيك، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إلكترولوكس العالمية للبحوث والتطوير على مستوى العالم لمدة 4 سنوات، وده شيء فريد لشخص مصري إن هو يتقلد هذا المنصب في مجال البحوث والتطوير لمجموعة زي إلكترولوكس عالمية. حاليا في العمل العام تولى رئاسة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، وتولى رئاسة لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرفة الصناعات الهندسية، حاليا عضو لجنة تعميق التصنيع المحلي في اتحاد الصناعات للدورة اللي هي من 16 ل 19. له جانب أكاديمي، هو محاضر في جامعة النيل ومحاضر في الجامعة الكندية، وهو اتخرج من كلية فنية العسكرية سنة 84، واخد شهادة ماجستير ودكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة اسكندرية. يسعدني ان انا ادي تقديم ده للدكتور بهجت، وانا يعني مهتم جدا بان انا استمع لهذا، لانه انا بشتغل في مجال الصناعات الهندسية، وده موضوع قريب جدا لمجال عملي، فان شاء الله نستمتع بالعرض بتاع الدكتور بهجت. اتفضل يا دكتور. الاول احب اشكر الدكتور احمد على التقديمة الجميلة ديت، وفي نفس الوقت ان شاء الله يعني انا يعني عايز اعرف طبعا الفيدباك بتاعك وعلى البرزنتيشن دي، لانه مهم جدا. انا امبارح شفت حاجات حلوه جدا جدا، والبرزنتيشن دي بقى ماشيه في نفس السياق، يعني احنا الحمد لله في تكامل في كل حاجه، وانا يمكن كنت عايز اعطل امبارح كتير، ولكن كل حاجه تقريبا متوافقه معانا ان شاء الله في البرزنتيشن اللي احنا النهارده. الموضوع بتاع النهارده هو اساسا على حاجتين اساسيتين: استراتيجيه النهوض بالصناعات الصغيره والمتوسطه، وبالذات بنفوكس على الاجهزه المنزليه. هتكلم على 4 نقط. هنلقي الضوء على الموقف الحالي لصناعه الاجهزه الكهربائيه، وبعد كده هتكلم على اهميه الصناعات الصغيره ومدى تاثيرها على التنميه والتشغيل، المشاكل والمعوقات الحقيقيه اللي بتحد من تنميه الصناعات الصغيره والمتوسطه، الاستراتيجيات المقترحه عشان التغلب على هذه المشاكل. طبعا احنا في الاول لما نيجي نبدا في اي صناعه او عشان نعمل اي استراتيجيه، فلابد نعمل سوات اناليسيس، نشوف ايه السترينجز اللي موجوده عندنا، وايه الويكنس، وايه الاوبورتيونتي، وايه الثريت اللي بيهاجمنا. ده طبعا اتعمل الاول، وبعد ما اتعمل الحاجات دي بدانا نخش على تحليل الداتا اللي موجوده عندنا. انا طبعا مش هدخلكم في الحاجات دي، لان طبعا دي حاجات كتير جدا وفيها حاجات هتتقال ان شاء الله واحنا شغالين. انا بس هوضح دلوقتي، والسلايد ديت هي واحده بس ولكن بتقول كلام كتير قوي. لو بصينا هنا عندنا في السلايد دي بتوضح الموقف الحالي لصناعه الاجهزه الكهربائيه. احنا عندنا في مصر في شعبه الاجهزه الكهربائيه حوالي 260 شركه متسجله في هذا القطاع. لما نيجي نبص نشوف كام شركه فعلا صناعيه بتصنع، هم 12 شركة من كل الشركات دي كلها. هم ايه الباقي ده كله ايه؟ الباقي ده كله معظمه شغال تجاري.
برضو كله كان بيستغل القوانين اللي موجوده في البلد وبيعمل حاجه اسمها سي كي دي. هنتكلم دلوقتي على الاس كي دي والسي كي دي والسي بي يو. ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده لما نيجي نجيب حاجه من بره بدفع عليها جمارك. فالحكومه كانت عامله ان لو عندي منتج كامل يعني سي بي يو، لو دخلنا هنا في اول حاجه اللي هو الشكل اللي قدامنا ده، ده بتيجي من بره غساله كامله متكامله من بره جايه اسمها سي بي يو، جايه باسم اي شركه من الشركات بتتحط تتباع هنا بيدفع عليها جمارك. كان قبل كده 40% سياده الوزير مع الجمارك رفعوها ل 60% ودي حاجه كويسه. انا بس يعني عشان المجموعه حضرتك سي بي يو بس نقول لهم كومبليتلي بيلت اب ايه المصطلحات وسي كي دي واس كي دي. تمام. فالسي بي يو كومبليت بيلت اب ده منتج كامل متكامل جاي على بعضه في الكرتونه بتاعته، مفيش اي تدخل فيه من مصر، وده طبعا بيبقى تجاري مش صناعي. انما الجزء الثاني اللي هو الاس كي دي اللي هو سيمي نوكت داون يعني مفكك جزئي، للاسف كانوا بيعملوا ايه؟ يفكوا بانل، يفكوا غطا من ورا غطا من فوق، واسمها اس كي دي وهي كلها جايه من بره كامله. يعني طب فين تدخل مصر؟ فين الفاليو ادد؟ فين؟ مفيش اي قيمه مضافه، مفيش اي حاجه من دي موجوده عندنا. فبالتالي بيحطوها برضو تحت صناعه، ولكن هي كلها كانت اسمها صناعه مفكات، صناعه مفكات ما عملش حاجه، وكان بياخد طبعا ساعتها جمارك اقل عليها. دلوقتي في الجديد الحمد لله برضو خلوا الاس كي دي ده وده الاثنين جماركهم 60%، ودي كانت خطوه ممتازه جدا. الحاجه الثانيه اللي هي السي كي دي اللي هي كومبليت نوك داون يعني مفككه كامله، يجيبها من بره برضو نفس الغساله او الثلاجه او اي منتج متفكك كامل على بعضه وبيدخله. ده الراجل ده عنده خط انتاج، ما هو ما يقدرش يقفل بالمفكات، لا دي لازم بقى خط انتاج عشان يشغل هذا الكلام. فده احنا موافقين ان ده يخش تحت اسم ايه؟ التجميع او الصناعه. انما الحاجتين دولت هما تجاره، ما المفروض ما يخشش تحت اسم الصناعه. طبعا الناس دي كلها كانت متراجعه عندنا في اتحاد الصناعات انها ناس صناعيه للاسف. طيب هذا النظام ما كانش برضو بيجيب حاجه من جوه من مصر، وما كانش بيحط اي فاليو ادد غير ان هو عنده خط انتاج، وللاسف معظم الناس هنا عندنا بتشتغل بالحته دي. مين بقى اللي بيشتغل صح عندنا؟ خمس ست شركات فقط لا غير اللي بيشتغلوا صح. يعني ايه يشتغل صح؟ يشتغل صح يعني بيعمل فاليو ادد، يعني على الاقل بيعمل الكابينه جوه مصر. الكابينه دي شيت ميتال، خط كامل انتاج بريسس، بيبدا يعمل الشيت ده ياخده رول يطلعه الشكل اللي هو بتاع الكابينه ده، شامل طبعا البينتنج الدهان، شامل كل حاجه جوه. وبعد كده برضو البلاستيكات، يبقى عنده مصنع بلاستيك بيصنع كل ما هو بلاستيك جوه، فده يبقى اسمه عمل صناعه. وبعد كده بيبقى عنده خط تجميع. والكلام ده موجود في كل شركات كتيره في العالم كله. بتبقى في شركه كبيره بتعمل الحاجات النهائيه اللي هي التجميع، وهي طبعا شيت ميتال والبلاستيك وبعض الحاجات الالكترونيه، وبيجمع ده وبيبيع. طب الكلام ده ينفع في مصر؟ لا ما ينفعش في مصر. ليه ما ينفعش في مصر؟ هناك في قاعده صناعيه، يعني انا بعمل الكلام ده وجنبي سبلاير كتير جدا عندهم كل كومبوننت، فبمد ايدي جنبي كده بجيب الموتور، بجيب التايمر، بجيب كل حاجه من جنبي. اذا انا افيشنت، انا مش محتاج ان انا اعمل فيرتيكال انتجريشن. انا راجل بصنع الحاجه النهائيه ومسؤول عنها، مثلا بصنع عربيه مثلا، فانا بعمل الهيكل بتاعي كله بالكامل بالبينتنج بكل الحاجات كلها، واثبت الحاجات دي على العربيه بما فيها بقى كامل الاختبارات بقى بالكامل، انا مسؤول عن المنتج ده كله بالكامل. انما بيجي لي الجير بوكس من بره، بيجي لي الموتور من بره، ده مش عيب، بره مش عيب. عندي هنا برضه هو مش عيب، بس انا بعمل ايه بقى؟ انا بستوردهم كلهم من بره تاني. وما انا بستفيد ايه من هنا؟ انا اللي بستفيده هنا ان انا كل ما زودت نسبه اللوكاليزيشن كل ما خدت تخفيض على الحاجات اللي بجيبها من بره من 40 ل 60، فممكن ناخد تخفيض قد كذا، 60 فوق 60 تخفيض قد كذا. فكل ما عملت لوكاليزيشن دخلت في ايه؟ في تخفيض في الجمارك للمكونات اللي انا بجيبها من بره.
وده لغايه دلوقتي كويس مش وحش. طب الناس بقت تعمل ايه؟ ازاي تزود اللوكاليزيشن؟ بقى يحصل ايه بقى؟ انا عايز مطور، محدش يعرف مطور، محدش يعرف يعمل مطور جوه مصر، طب نعمل ايه؟ لا ده في واحد ممكن يستورده مكونات ويقفله عنده ويبيعهولي. بقى طالما انا خدته من مصر من هنا بقى لوكال ودخل في نسبه التعميق التصنيعي بتاعتي، فانا اقدر اخد تخفيض على الحاجات التانيه اللي جايهم بره بحيث هذا الموضوع. لدرجه الخرطوم، خرطوم الغساله اللي هو بيتدخل ميه، ده في حاجه صعبه؟ مش حاجه صعبه. الراجل بيستورده من بره، يستورد الكونكشن بتاعته من بره، كل اللي بيعمله هنا يكبسهم بس على بعض. يعني مكبس بيكبس الكاوتش الحديد. ده كده بقى اسمه محلي. طب تعالى اقول له انا عايز بقى تعديل فيه. ما يعرفش. ما يعرفش، ما عندوش نهاوة. أي حاجة تطلبها منه غريبة ما يعرفش. لازم يطلع بره يشوفها موجودة ولا مش موجودة، لو موجودة وجاهزة بيشتريها، مش موجودة خلاص ما يعرفش. إذن إحنا ما عندناش صناعة. إحنا معلش في الكلمة بنضحك على بعض. يعني اللوكاليزيشن ده اللي بالمنظر ده، ده بنضحك على بعض. للأسف الشديد يعني. هي طريقة عشان نقلل الميكروبات اللي بره. إنما لو إحنا كحكومة قلنا إن أي مكون بيجي من بره عليه جمارك 30%، ده هيخلي كل الناس تفكر إن هي تصنع. إنما طالما عارف إن في باب خلفي وطرق ملتوية، خلاص محدش بيبذل مجهود. اقول لحضراتكم على واقعه صغيره وكلكم حاسين بيها وعارفينها. امبارح يمكن ذكرت امبارح ان حد بيقول ان سامسونج عامله مصنع جوه مصر بتصدر منه بمليار جنيه، في حين ان في فيتنام بتصدر منه ب 11 مليار جنيه. ايه السبب؟ فين؟ طبعا الكلام ده لازم نقف عنده. السبب حاجه واحده بس، ان في عنده قاعدة صناعية. يعني في عنده مكونات بتتصنع جوه فيتنام ما بيجيبهاش من بره، فبالتالي بقى عنده سعر منافس. بالتالي بقى عنده سعر منافس فيقدر ينافس بيه. أنا عندي بيعمل إيه سامسونج؟ بيعمل الشاشة، الحاجات اللي هي المحلية، والباقي كله بيجيبه من بره برضه. ما بقاش سعره منافس، فبالتالي هيصدر إزاي؟ يا دوبك بيصدر الحتة اللي جنبه بس كده، فيقدر يعمل مليار، ده كويس قوي كمان. شركات أجنبية كتير جت مصر وكانت فعلا بتحب مصر، لان مصر للاسف يعني اتراكتيف من بره. يعني ايه اتراكتيف من بره؟ يعني دي مصر فيها 100 مليون بني ادم، يعني اكبر سوق استهلاكي. انا بالنسبه لي لازم اجي اخش هذا السوق، ده العنوان الكبير اللي فوق. طب تعالى اخش بقى على السوق دوت، يا جماعه فين الناس المصنعين اللي هم بتوع الصناعه المغذيه؟ اتعمل اجتماع في اتحاد الصناعات عشان كان في شركه زي شركه شركة تركية مش فاكر اسمها ايه، المهم شركة تركية وشركة ايطالية جم عايزين يصنعوا ينقلوا صناعتهم الاجهزة المنزلية جوه مصر، شركة ارستو. فكانت عايزة تصنع في مصر، تصنع ازاي؟ فعايزة طبعا اول حاجة فكرت فيها اللي هي التشين بتاع الفيدنج اندستري. جمعت كل الناس، احنا جمعنا لها كل الناس، قعدت معاهم، لقيت ان العملية عندنا مفيش حاجة، خدت بعضها ومشيت. شركة أرشلك التركية خدت أرض في برج العرب وجاية ب يعني مش هدول يعني آمال عريضة جدا إن هتعمل المنطقة ديت فعلا المنطقة الصناعية بتاعتها وهتبقى في مصر. جيت لإفريقيا كلها بالكامل، لما جت برضو شافت الفيدنج اندستري مفيش، خدت بعضها ومشيت. أرشلك قعدت شوية تحاول إنها تقوي بعض السبلايرز، مفيش. فإحنا المشكلة اللي عندنا كله بيخاف من فيدنج اندستري. نعمل ايه؟ نعمل حاجات بسيطه فيها، حاجات يدويه، اماكن بلاستيك ونحقن حاجات بلاستيك. انما الكتروميكانيكال كومبوننت ما نقدرش. طب ما نقدرش ليه؟ هل الموضوع صعب فعلا؟ لا هو الموضوع مش صعب. الموضوع ان احنا دماغنا مش عايزه تخش فيه. كلنا عايزين ناخد الكويك وين بسرعه، اكسب حاجه دلوقتي حالا. الموضوع ده محتاج دراسه، محتاج بحوث وتطوير. تخش تطور تعمل المنتج طبقا للمواصفه بتاعتنا. فانا لازم اعمل مواصفتي طبقا للسوق اللي عايزه. ما اجيبش حاجه من بره اوفر ديزاين واجي ابيعها هنا للسوق، هتدفع غاليه وبكلف او بخلي الكاستمر يدفع فلوس اكتر في حاجه هو مش محتاجها. يعني على سبيل المثال سخان شمسي جاي من بره، ده سعره غالي جدا، تبدا تخش فيه جوه
ده في حاجات موجودة فيه مثلا نفرست. ازاي انا ما عنديش تلج هنا يا جماعة عشان اسيح التلج اثناء الشتاء؟ مفيش. في جهاز موجود تمنه قد كذا. طب موجود ليه؟ احنا جبناه زمان برا. ما اقدرش اعمل كستمايز ده على الجو المصري لان ما عنديش ار ان دي. طب لو شلته اللي يحصل؟ محدش عارف. احنا بنجوز هو بيجوز هو والكاستمر بياخده ما يستهلكوش ولكن دفع ثمنه. فهي دي المشكله ان احنا ما عندناش الفكر بتاع البحوث والتطوير ان ده اساس اي منتج. طب احنا عايزين نوصل فين بقى دلوقتي؟ عايزين نوصل لهنا. ان انا اعمل المنتج بتاعي لوكالي كله محلي او على الاقل 90% بس محلي محلي بقى. يكون حاجات محليه معموله عندي. فلو وصلنا لكده هقدر انافس. امبارح كلنا بنتكلم عن التنافسيه ان هو ده الاساس. لو عندك تنافسيه هتقدر تبيع، تقدر تصدر، هتستمر في الصناعه. ما عندكش تنافسيه هتقف على طول. فهو ده اللي احنا عايزين نوصل له في نهايه المحاضره. هنعرف ازاي نوصل لده واحنا ماشيين مع بعض ان شاء الله. طيب الصناعات الصغيره بنقول هي محرك التطوير والتغيير في الصناعة وأهم دعائم الاقتصاد. إزاي يعني؟ لما بيجي نتكلم مين اللي بيطور من خلال إيجاد تقنيات ومنتجات جديدة؟ إزاي؟ الشركات الصغيرة والمتوسطة هي اللي بتتكلم. يعني أنا مثلا راجل بعمل غسالة بلاقي واحد عمل لي تايمر بشكل غريب جدا يحسن الإفيشنسي بتاعتي، فأنا باخده منه. مين اللي بيعمله؟ مش بتاع الغسالة، بتاع الغسالة بيختبر وبيعمل ان هو اللي شايل الريسك بتاع المنتج ده كويس ولا لا. انما التاني بيحاول ويتجرب ويخترع وفي الاخر بيجي لي انا بتبناه. انا بتبنى هذا الكلام وبعمل حملة عشان انا متميز عن غيري. فهي هنا عشان كده الشركات الكبيرة بتبدأ بتتبنى بعض السبلاير وبتدفع لهم فلوس عشان يطوروا من نفسهم، ولكن دايما الابتكارات معظمها بيجي من الناس الصناعة الصغيرة اللي هي الفيدنج اندستري. الحاجة التانية والحاجة كويسة جدا واللي طبعا مفروض تكون موجودة عندنا في مصر هي ان الشركات الكبيرة بتتعاقد مع الشركات الصغيرة. فلقينا 50% من الناس اللي هم شغالين بصناعة المغذية كلهم معهم تعاقدات مع شركات كبيرة. ما عشان يستمروا ويشتغل. انا راجل عشان استثمر لابد يكون معايا حاجة استثمر بيها او حاجة امل اشتغل عليها. يعني كنت مرة بشتري حاجات من احد الناس في تركيا ولقيتهم شغالين في الهارمز اللي هي الفكره الكهربائيه بتاعه الغساله مثلا، فبيوريني حاجه ثانيه من تركيا. طب يا جماعه ايه دي؟ انت مصنع كهرباء مالك ومال المسبوكات؟ قالت لك طالما انا عندي عقد من شركه ان انا هورد لها كميه منتجات قد كذا بسعر قد كذا خلاص انا بستثمر وانا مطمن. ده لو طلب مني كمان ان اروح في اي حته، يعني بيستل شركه اسمها بيستل من تركيا كانت بتصنع غسالات والشركه دي راحت في روسيا فما لقيتش هناك مصنعين لاحد المكونات، فطلبت من المصنع بتاعها اللي في تركيا ممكن تيجي معايا؟ عقد اهو لمليون حته في السنه. هذا المصنع يجري جري على طول يستثمر لانه مع العقد. نفس القصه اللي بتقولها الدكتور عبد الرزاق ان المصنع الكبير بيدي عقد للشركه الصغيره هي خلاص بكل ثقه هتستثمر بكل لان خلاص معاه عقد بيقول له ان انت هتنتج لي كميات قد كذا بسعر قد خلاص خلص حسب حسبته واعمل دراسه كده بتاعته راحت. فدي فعلا حته مهمه جدا جدا في مشروع وظيفتك جدا اللي هي لازم يكون في شركه كبيره هي اللي بتتكفل للشركات الصغيره. الشركات الصغيره دايما معظمها بتستخدم ليبر كتير اعمال كتير. الشركات الكبيره معظمها بتشتغل بقى بالروبوتس والحاجات الاوتوماتيك فبالتالي عدد العماله في الشركات الكبيره بقى دايما اقل من الشركات الصغيره. ففعلا لما احنا نبص على الحاجات دي كلها هنلاقي فعلا ان الصناعات الصغيره هي محرك التطوير والتغيير في الصناعه واهم دعائم الاقتصاد. طيب احنا ماشيين ازاي بقى هنا؟ احنا ماشيين مع الصندوق الاجتماعي ارض وقرض. ايه ارض وقرض دي؟ هات لي دراسه جدوى وانا اديك الارض والقرض. هو ده اللي احنا ماشيين بيه. طب هل المشروع ينجح عشان معاك ارض وقرض؟ للاسف ناس كتير جدا دخلت السجن ومشاريعها وقفت بسبب هذا الموضوع.
الراجل بص راح انا عايز اعمل مشروع، راح للصندوق الاجتماعي عايز اعمل مشروع. قال له في دراسه جدوى كويسه هتقدر تشتغل عليها، زمالك اشتغلوا عليها وزي الفل. ياخد الكارد الراجل ويعمل المصنع بتاعه وبعد شويه يقف. ليه؟ مفيش تسويق. اشتغل في منتج زمايله قتلوه احسن قبل كده واتملى في السوق كله بالكاد، ولما اتملى في السوق فبالتالي لما جه هو يبيع ما عرفش يبيع. فدي مشكله من ضمن المشاكل. طب ايه الحل؟ تخش على الازرق بقى. الازرق ان لازم يكون عندك تسويق. طب انا بقى راجل تاني عملت تسويق وخدت الارض وخدت القرض وسوقت، يعني متاكد ان انا هبيع، بعت بعد شويه وقفت. وقفت ليه؟ ما عنديش تنافسيه. انا بجيب المنتجات المكونات من بره مصر فبدفع بالايه؟ بالدولار. فخلاص وقفت بعد شويه لان الدولار غالي والدنيا خلاص بقت مش كويسه معايا فوقفت. طب ايه المطلوب بقى؟ الاخضر اللي انا بقول عليه ده اللي احنا محتاجين نشتغل عليه. الاخضر ده لازم اشتغل بدراسه جدوى، اشتغل بدراسه تسويقيه، واشتغل على ان انا اصنع خاماتي من مصر، اشوف ايه الافيلابل عندي بقدر الامكان. طبعا ما قلتش كل حاجه اجيب من مصر. الحاجه الثالثه ان لازم اعمل المنتج ده بناء على طلبات السوق. يعني ما اعملش منتج كده يعني زي ما قلنا كام شويه السخان الكهربي السخان الشمسي. في برضه سخان غاز كان جاي من بره، سخان احسن سخان في الدنيا تيجي تشغله عندك اه تمام زي الفل. انما في حاجات كتيره جدا موجوده فيه احنا مش محتاجينها. فبص السخان ده لما تطلع منه الحاجات ديت، يعني مثلا على سبيل المثال مدخنه موجوده في السخان الاوروبي لابد ان هي تكون بشكل معين عشان هناك عندهم الجو برد ما تقفلش المدخنه. الجو البرد لما يكون تقيل فللاسف بيعمل باك فاير فبيقفل المدخنه فبتطفي النار. فهم عاملين تصميم مخصوص لاوروبا عشان كده. انا بشتري زي ما هو. طب ليه افعل بقول ده؟ ممكن اعمل تصميم صغير جدا يلغي الكلام ده. فاحنا للاسف بنشتري حاجه زي ما هي، المستهلك بيدفع ثمنها ولا هو ولكن هو مش بيستخدمها. فلما اعمل بقى انا ديزاين مظبوط ايه اللي بيحصل؟ الكوست بتاعي بيقل. فهقدر انافس الناس دي، هقدر انافسهم لان انا فاهم وعارف في نهاوة موجوده، في عارف ان في حاجات زي هنا ملهاش لازمه. تمام؟ انا بقول لحضراتكم مثلا على سبيل المثال الصناعات الصغيره ديت زي مثلا عربيه، في صناعات مباشره وصناعات غير مباشره. فمصنع واحد بتاع عربيات ممكن يشغل حواليه 100 مصنع زي ما احنا شايفين كده. نفس القصه في الغساله والثلاجه، في صناعات مغذيه ومغذيه للمغذيه، في صناعات اداريه بتتم عليها، في حاجات كتير جدا. فعشان كده الصناعات الصغيره ديت فعلا بتشغل اعمال كتير جدا، هتحل مشاكل كتير جدا في البلد. طيب عشان نعمل صناعه عندي اربع دعائم اساسيه ما اقدرش اشتغل من غيرهم. عندي دعم فني ده اول حاجه، يعني قبل ما افكر في مشروع افكر في المنتج نفسه اللي انا هعمله. لازم يكون عندي المنتج شكله ايه؟ هعمل انهي منتج؟ التصميمات شكلها ايه؟ في دراسه جدوى للمنتج ده صح ولا غلط؟ فدي اهم حاجه، مطلوب ولا مش مطلوب؟ فاول حاجه الدعم الفني. ده لازم يكون موجود عندي بقوه وده الاساس وده لازم ابنيه. بعد كده بقى نجيب الايه؟ تخصيص الارض والرخص والحاجات دي، ونجيب القرض بعد كده من البنوك ومن المنحه، وبعد كده التسويق. فهم اربع حاجات اساسيين ما اقدرش اقوم في اي مشروع من غير الاربعه دول. مش ارض وقرض بس، ومش تسويق بس. لا انا بتكلم عن الفني ابيهم كلهم. بس الفني ده لازم يكون مبني على دراسات تسويقيه. لازم في السوق عايز ايه عشان اعمل المنتج اللي يتناسب مع السوق. طيب بالشكل ده ايه المشكله بتاعت الصناعات الصغيره؟ هل هي عشان صغيره واحد صغير امكانياته محدوده ولا ايه بالظبط؟ ده سؤال بسال دلوقتي هنعرف اجابته في الاخر. طب مقاومات الصناعه ايه؟ عشان اصنع بقى منتج خلاص انا بقى دخلت خلاص انا هصنع وهسمع كلامك وهشتغل فني الاول. ايه المطلوب مني؟ المطلوب منك انك تعمل لي منتج مناسب. يعني ايه منتج مناسب؟ يعني زي ما قلت من شويه المنتج اللي يتناسب للسوق بتاعي طبقا لمطالب السوق وطبقا للظروف بتاعتي. مش لازم اعمل حاجه تبقى اوفر ديزاين زي اوروبا، ما اجيش اعمل ريفرس انجينيرنج لمنتج زي اوروبا بالظبط، لا انا محتاج منتج بتاع مصر يتمشى مع السوق بتاعي. زي كده ما عملوا العربيات الخليجيه، عملوها برضو بصفه معينه بحيث ان هي تتحمل درجات الحراره.
احنا عندي حاجات مش محتاجه ده، انا عندي هنا في ناس تقول لك ايه ده، انا عندي عربيه مواصفات خليجيه اعمل بيها ايه؟ زي عندنا في مصر هنا الناس كلها راكبه 4x4 واحنا مش محتاجين 4x4 خالص، يعني ساعات عاليه جدا بتاعه الصحراء والحاجات دي كلها، لا احنا بنجيبها عشان احنا عندنا كونسبت كده لازم 4x4 بس. فلازم اعمل بقى المنتج المناسب، انا بتكلم على الار ان دي لما يعمل منتج مناسب للسوق بتاعه، وفيه تتوفر فيه الامكانيات المطلوبه. السوق بتاعه عايز ايه؟ عايز ايه في المنتج؟ ايه الفيتشرز؟ ايه الاوبشن اللي هم عايزينها؟ الحاجه بتاعه الثانيه المهمه جدا، لا ما تعمليش روز رويس وتقول لي انت عملت منتج. لا ما انت ما عملتش منتج، انت لازم تعمل منتج بالسعر المنافس عشان تستمر في الصناعه. عشان يبقى في سستينابيلتي، في استمراريه، لازم يكون السعر منافس. طب منافس ازاي؟ ان اول حاجه لازم اشغل الناس بتاعتي تحاول تعمل منتجات محليه، الخامات تكون محليه، ولازم اعمل حسابي وانا بعمل تصميم يكون كويس بجوده كويسه عشان لما اجي اصدر بعد كده ازود انتاجي، فالانتاج يزيد هيتقبل في التصدير زي الفل. يبقى لازم يكون التصميم بتاعي بجوده عاليه عشان اقدر ايه اصدر. في واحنا بنصمم الاول في حاجه اسمها ديزاين فور كواليتي، يعني بصمم من اجل الجوده. هو اللي بيحصل في المصانع بنحط واحد بتاع جوده لازم يمر على كل عامل كده يتاكد ان هو صح ولا غلط. للاسف ده خلاص انتهى. دلوقتي بقت ازاي دلوقتي؟ مش حاجه اسمها عامل يفكر. ده انا بعمل له التصميم هو يحطها كده ما تنفعش الا كده. عشان ما اسمهاش ايه جوده. بص تلاقي المنتج بتاعك جميل. من هنا جت حته الاوتوميشن. في مصانع اخشها ما فيهاش غير البواب بتاع الامن ومدير المصنع فقط لا غير. مصنع شغال 24 ساعه بيطلع منتجات ما فيش اي حد تاني بيشتغل. لان ده معمول ديزاين فور كواليتي. فبتخش المصنع بتلاقي الحاجة معمولة ملهاش غير هي كده، روبوت بيحطها مكانها ما تجيش ليمين ولا شمال، هي تيجي كده مهما تحطها هتيجي صح. فهي دي الحتة التانية بنتكلم فيها، ان لو كان في عندي ديزاين عندي نو هاو جوه مصر هنا هعرف اعمل الكلام ده. فهي دي الحاجات الأساسية اللي بنقول دي مقومات الصناعة عشان نعمل صناعة مظبوط. طيب الدورة بقى بتمشي ازاي؟ انا هعملها، انا عايز اعمل الصناعة دي لازم اسمع كده مين اللي عندي الاساس عندي؟ هو المستهلك. المستهلك هو اساس الموضوع كله. طب انا باخد الفيدباك من المستهلك ازاي؟ يا اما عن طريق التسويق بيعرفني المستهلك عايز ايه، يا اما الراجل لما اجي ابيع المنتج بتاعي القديم اللي عندي يقول لا بس انا مش عايز كذا، انا عايز كذا، عايز اوبشن تاني، هو ما عندكوش كذا. فالكلام ده كله بيتنقل لنا فيدباك بنعرف المنتج المستهلك عايز ايه. الحاجه الاخيره خدمه ما بعد البيع. عندي منتج حصل فيه مشاكل فبعرف ايه المشاكل اللي بتحصل فيه، فنبدا ناخد الكلام ده كله نرميه على الجهاز التطبيق، تاخد المشاكل دي كلها وتحاول تعمل لي المنتج الذي يتناسب مع السوق بتاعي ويحل لي مشاكل الكاستمر ويدي لهم الاوبشن اللي هم عايزينها. طب انا بشتغل في الكلام ده لوحدي؟ لا، ده انا برجع مع مين؟ الجهاز التطبيق بيطلع فوق بيتعامل مع البحث العلمي، مع الجامعات، هو يقدر يتعامل معاهم. ليه؟ لان احنا عندنا في جاب بين الصناعه وبين البحث العلمي، بس عندنا بحث علمي كتير، عندنا جامعات كتير وكلهم كويسين. امال ايه الحكايه؟ الاثنين بعاد عن بعض، مفيش حد بيترجم لهم. لا ده فاهم لغه ده ولا ده فاهم لغه، في ماشين لانجوج وفي هاي ليفل لانجوج زي الكمبيوتر كده بالظبط، لازم كومبايلر في النص. مين الكومبايلر ده؟ هو البحث والتطبيق. فلما يحصل هذا الكلام يبدا الراجل بتاع البحث والتطبيق ده يبدا يتعامل مع السبلاير كمان ويبدا يتطور في السبلاير وياخد المنتج اللي هو عايزه بالظبط ويبدا يعمل للمصنع، وبعد كده تبقى العلاقه بين المصنع وبين المستهلك على طول. خلاص خلصت. بس لازم نبدا بالبدايه الصح. عشان كده احنا بنبص هنا على الحته بتاعتنا دي الاساس في كل، يعني المشكله اللي احنا فيها في مصر ان احنا عندنا الترس بتاع مراكز البحث العلمي اللي فوق ده والترس بتاع الصناعه. وعايزين نخلي دكاتره الجامعه هم اللي يشتغلوا في الصناعه. صعب. ده بيتكلم لغه عاليه وده بيتكلم لغه الماشين. فالاثنين صعب، فلازم احنا عندنا ميسنج ايه؟ اللي هو الاخضر ده بقى اللي هو البحوث والتطوير. ده الكومبايلر اللي بين الاثنين، ده اللي بيترجم اللغه بين ده وبين ده. واحد بيتكلم هندي وواحد بيتكلم عربي، ما ينفعش لازم تجيب واحد يترجم لهم اللغه دي. ده بياخد من الصناعه مشاكلها وبيحولها على هيئه نقط بحثيه. يديها للجامعه تبدا تتعاون فيها. لما كنت بشتغل في شركه الكترولوكس كنا بنتعاون مع فراون هوفر، دي احد الجامعات الكبيره هناك اللي هي بتعمل
عندها مراكز تخصصيه يسموها مركز تميز. ده بقى بياخد من الصناعه بيبقى متميز مثلا في الزجاج مثلا. عنده كل الدراسات في هذا المجال. في واحد تاني في حاجه تانية. زي عندنا ممكن نعمل جامعات كل جامعه تتخصص في حاجه. بس لازم يكون عندنا الكومبايلر اللي في النص ده اللي هو ايه هيترجم من ده لده عشان خاطر الناس دي تفهم. احنا عندنا حاجات كتيره جدا ريسورسز كتيره مش عارفين نستغلها. وبصراحه انا بشوف الجامعات بتبقى عايزه تساعد باي طريقه. عايز تساعد. طب تساعد ازاي؟ هو لازم حد يترجم لكم يا جماعه ايه المشكله بالظبط. وبرده حد يديكم فيدباك من تحت من الصناعه. تمام؟ فدي مهمه جدا. هو ده الاساس، ده الترس المفقود عندنا. هي دي اللغز اللي مفقود عندنا في مصر. طيب يعني احنا فهمنا ان هو البحوث التطوير دوت هو الاساس. طب نعمل اشتغل ازاي بقى؟ لو بصينا بقى كده لو دخلنا ده هنا فهنلاقي بحوث التطوير هتعمل لك تصميم جيد بقى طبعا. فبالتالي انت حصلنا على تصنيع محلي للمنتج المناسب اللي انت عايزه في مصر بجوده اللي قلنا عليها جوده كويسه، هيبقى عندك قدره على التسويق. وطالما جوده كويسه يبقى هتقدر تصدر. انتاجك هيزيد، هيبقى عندك فيه انخفاض في التكلفه، في قدره على المنافسه. يبقى انت عمرك ما هتنافس ولا تقدر تنافس الا اذا كان عندك الحاجات دي كلها. جت منين؟ جت من هنا. احنا ده بنلغيه خالص، مش موجود عندنا. ونجيب اي منتج من بره، اعمل ريفرس انجينير، يلا اشتغل، ادي، احنا بنصنع. يعني امبارح كان في شباب اللي كانوا موجودين قالوا كلام في منتهى الجمال. انما انا عارف ومتاكد ان الكلام ده مش هيستمر الا اذا اشتغلوا على حته الايه؟ يعني مثلا هو بيستورد ستانلس ستيل من بره. طب الدولار زاد، ما هو برضه بيزيد معاه. الخامات زادت، بيجيب كله من بره. هو الميزه اللي هم عملوها امبارح ان هي كانت ايه؟ كاستمايزيشن. قدر يعمل المنتج المناسب للكاستمر المناسب حته من هذا الموضوع. فاضل له واحد تانية ان يكون جنبه حد تاني بتاع مصنع ستانلس معمول جوه مصر. فاضل له حته تانية ان يكون في خامات محليه جوه مصر. لوحده مش هينفع، لازم يشتغل كتيم وورك. ونحط ايدينا على ايه المشاكل اللي موجوده عندنا في مصر. طيب نعمل ايه بقى عشان نساعد الناس بتوع الصناعه الصغيره وعشان نتكامل مع بعض وننافس في السوق العالمي؟ نشتغل في تجمعات صناعيه. ده قلنا من شويه ما ينفعش انا ابقى مصنع صغير وبعتمد على نفسي. عندي مثلا مكنه خراطه وشغلي كله خراطه، بعمل مثلا عمود شافت وبس، محتاج الحن فيه جلبه. فانا اللحام بالنسبه لي حته صغيره. اجيب مكنه لحام عشان اعمل حاجه زي كده؟ لا، المفروض يكون حد تاني جنبي بتاع لحام اصلا، اديله انا اعمل جزء هو يعمل جزء. في الاخر طلع الجزء صح. انما لو انا جبت بقى مكنه لحام وجبت مكنه الخراطه وجبت المقشطه وعملت كل ده، استثمارات غير عاديه، هيبقى فعلا لود عليه كبير، وبالتالي هيبقى كمان السعر اللي هو بيطلعه غالي عليه، فبالتالي هيبقى مش قادر ينافس، هيشتغل حته بحته، غير الجوده مش موجوده. انما امتى ده يحصل؟ لما نتكامل مع بعض في حته واحده، نعمل تجمعات صناعيه. عشان نعمل تجمع صناعي ما بيبقاش هبهزت، يعني مش تعالى زي ما هو موجود حالي مثلا. يعني مثلا حاليا دلوقتي عندنا الناس بتوع الاساس في يعني هناك في يعني في دمياط بيشتغلوا بشكل جميل جدا، وبتروح بتلاقي هناك الحاجه عندهم ارخص من اي حته، لان كله بينافس بعضه، كله جنب بعضه، فبيشتغلوا بالرغم ان هم ما تعملوش عموله. لا، دول كده ايه؟ باي نيتشر. ناس قعدت مع بعض فاهمين عملوا، ولكن جات لهم بقى الناس اللي بتفهم. مثلا جاله واحد بتاع تصميم بتاع ديزاين، لان لقوا المكان ده هو احسن مكان. فالمكان لما بينجح بيلم كل الناس حواليه، فبالتالي بينجح اكثر وقت. طب احنا بقى عايزين نعمل عموله بقى، فناخد خبره من اللي فات ونبدا نشوف العموله شكلها ايه. فلازم يكون عندي اول حاجه قطاع للاستيراد المجمع للخامات. يعني انا حاجه من الاثنين، لو حتى بجيب خامات مجمعه من جوه مصر اجيبها من خلال هذا، يبقى شركه موجوده عندنا جوه هذا التجمع هي مسؤوله عن الخامات. شركه فاهمه في الخامات، فاهمه في ايه الحاجه اللي بتيجي منين، بتجيب كميات كبيره فبالتالي بتاخد عروض احسن. لما بتيجي توزع الكلام ده على الناس اللي في المجمع بتوزعها عليهم باسعار رخيصه، فبالتالي يقدر ينافس. الراجل الصغير ما يقدرش، ما عندوش القدره انه يعين حد يستورد له ويشوف المواصفات شكلها ايه، ما يعرفش. ولو استورد مش هيستورد بالسعر الرخيص ده. فاذا اهم حاجه لما اجي اجيب خامات هو بقى الراجل الشركه دي عارفه منين الخامات، ازاي تجيبها بسعر رخيص، ايه المواصفات اللي موجوده، لو في تعديل في المواصفه ولا حاجه بيعرفوها،
اذا يبقى انا كده جمعت الحاجات دي كلها عشان اشتغل صح. يبقى محتاجين شركات تشتغل. وعلى فكره في شركات كتير بتشتغل في هذا الكلام. قطاع البحوث والتطوير لازم يكون في جوه في قلب هذا التجمع مكان بيعمل بحوث وتطوير. اي حد عايز يصنع حاجه لازم يروح من عايز يصنع كذا، هو يديله بقى رسوماته والديزاين بتاعه ويمشي معاه واحده واحده لغايه ما ينجح له المنتج. الفكره بتاعته بحوث التطوير ده بيعمل ايه؟ بياخد الفكره من ساعه بتبقى فكره سكراتش، بيبدا يعملها ديزاين، تنفيذ رسومات هندسيه، تنفيذ بروتوتايب، بعد كده بيبدا يعمل اختبارات عمليه، بعد كده بيبدا يصمم الاسطمبه ويصمم له الخط ويديله يقول له ادي المنتج بتاعك اهو شغال على الخط، عمل له كل حاجه وبيتقول له ده ينفع يتصدر عشان حطيت لك مواصفات كذا وكذا وكذا. اذا المنتج اتعمل صح من الاول فبالتالي هينفع يتصدر صح. وحضراتكم طبعا شايفين امبارح الشباب اللي كانوا موجودين قد ايه شباب محترمين، شباب مصريين. للاسف احنا عندنا قناعه ان البحوث التطوير يبقى ده بره، بقى انت بتتكلمنا بايه؟ لا، مصر فيها خبرات غير عاديه، فيها شباب لسه فريش جراديوت متخرج وبيعمل حاجات غير عاديه. انا واحد اشتغلت في البحوث والتطوير بره على مستوى العالم، وبقول لحضراتكم انا كنت بلاقي صعوبه جدا في الصين عشان اعمل المركز بتاع البحوث والتطوير بتاعي في الصين. مش عايز اقول لحضراتكم بنقي من 300 واحد واحد، واحد من 300 واحد. هنا في مصر لما بقول بعمل اعلان عن حاجه بلاقي فعلا كل 10 تلاقي 3 4 فيهم كويسين، 3 4 كويسين. وعملت فكره كويسه جدا، عملت خط انتاج اوتوماتيك بناس كلهم فريش جدا، جبتهم تعال الخط بيتعمل كذا نظامه كذا، انت فكر في كذا وانت عمل كذا. عايزين بس حد يعلمهم، حد ياخد بايدهم ويوريهم حاجه ايه الخط ده لما اتعمل بالناس فريش جدا بسعر طبعا يعني لا يقارن بالسعر الجديد. طبعا الناس بتوع ايطاليا والناس بتوع المانيا شافوا الحاجات دي، ايه ده معقوله ده معمول جوه مصر؟ معمول جوه مصر. فاذا ما حدش يفقد الثقه في المصريين، المهندس المصري فعلا قوي فعلا بقول لحضرتك وعنده مصابره، بس اديله فرصه، اديله فرصه، مش بقول لك اديله كمان استثمارات، اديله فرصه بس. فاذا احنا عندنا الموارد دي، عندنا الناس اللي تقدر تفكر. قطاع التكنولوجيا، التكنولوجيا اللي هو بيعمل المعدات بيعمل الاسطمبات وبيعمل الماكينات لازم يكون جنبي، يكون حاجات محلي. اه في حاجات لازم تتعمل بره بس لازم استفيد باللي عندي الاول. ومن هنا لازم هيبقى عندي بقى صناعات صغيره كتيره جدا، صناعه مغذيه ومغذيه للمغذيه، كل ده اشتغل على الحاجات اللي هنتكلم عليها. والمنتج النهائي هيكون موجود، الناس دي كلها هتديله الصناعه بتاعتها. والاهم بقى من ده كله اللي هو قطاع التسويق والتصدير. يعني لازم بقى واحد هنا قاعد شركه قاعده بتاخد منتجاتنا، تاخد الكتالوج بتاعك وتمشي كل حته وتحاول تسوق لك منتجك سواء محلي سواء بره. انت ما عندكش القدره كمصنع صغير انك تعمل كده، الشركات الكبيره اللي بتعمل كده. فاذا لو عملنا فعلا شركه للتسويق، وهذا الكلام بلاقي مثلا واحد جاي لي من ايطاليا يقول لي تعالى انا عندي منتج مثلا التايمر ده، اخد الحاجه دي واروح مع الراجل ده يوديني في النجوع اماكن الناس ما تعرفش تتكلم اصلا ايطالي، بتتكلمش انجليزي، فهو بياخدني للنجوع ديت عشان اشوف الحاجات دي، بتلاقي عندهم صناعه ممتازه جدا. اذا لابد ان في حد يسوق للناس الصغيره دي، فبالتسويق بالشكل ده هيبقى ان شاء الله في تطور. وده بيبقى تقريبا الشكل بتاعنا اللي هو اول حاجه قلناها البحوث والتطوير، تاني حاجه قطاع الاستيراد وقطاع التصدير، وبعد كده هيبقى عندي صناعه صغيره كلها موجوده، وصناعه المعدات والاسطمبات، والمصانع الكبيره تكون موجوده عندنا سواء منتج نهائي او منتج اجهزه منزليه. ده التجمعات الصناعيه هي الحل لو عايز اعمل فعلا تجمع لصناعات مغذيه او صناعات صغيره، ما تنفعش تبقى لوحدها. طيب لو انا عملت كده ايه اللي يحصل؟ انا هوري حضرتك بقى يعني الميزه في هذا الموضوع. انا عشان الدعم الفني اللي انا اديته من الاول ده فانا بدات صح، عملت منتج مظبوط، المنتج الصح ده هيخش يروح للمستهلك المحلي ويخش ليه في الافضل في السيرفيس، ويخش يروح للمصنع الثاني اللي هو بيطلب مني مكون صغير، وفي مصنع نهائي برضه اللي هو بتاع المنتج النهائي برضه عايز نفس المكون. فانا كراجل صغير ما اقفش اللي ممكن يقف في راجل كبير. يعني لو حصل ازمه في اي بلد المفروض اللي بيحصل مين؟ اول واحد بيقع اللي هو المصنع الكبير، مصنع كبير بيوقف، انما الصغير مش هيوقف. مش هيوقف ليه؟ لانه لسه بيدي قطع غيار
للأفضل سيستم منتجه ممتاز قابل للتصدير ممكن يصدر يدي له كل تصدير يصدر له. اذا انا بقول ان حياه الراجل اللي بيصنع منتج صغير احسن من اللي بيصنع غساله او عربيه او حاجه زي كده. لا ده المنتج الصغير حياته اطول لو منتجه صح. يعني هنا مثلا شفنا الجزء المحلي، طب هنا وصل للدرجه بتاع التصدير يبدا يصدر يودي سواء كان تاجر تجزئه او بيودي الى مستورد عالمي او يعني اذا الراجل ده وصل للعالميه لو منتجه صح. لو منتج صح مظبوط خلاص ما عندوش مشكله. مش اللي موضوع عمليه انتاجه بس، مش بنتج منتجه بس، لا ابداه صح عمره ما هيموت. هنا بقى الرد على السؤال بتاعنا، ايه مشكله الصناعات الصغيره؟ هل حجمها صغير ومكلفتها محدوده ولا ايه بالظبط؟ اول حاجه اللي هي انعزالها عن باقي الصناعات النسبيه. كل واحد جاي عمل فكره صناعه وعايز يبقى هو لوحده شغال فيها، فيقعد يعمل ويجيب طبعا استثمارات كبيره ويشتغل مع نفسه، وفي الاخر للاسف بيصرف كتير فسعره بيبقى غالي، مفيش معاه تطوير، مفيش معلومات تجيله، مفيش تسويق، فبالتالي ممكن يقع. المشكله الثانيه غياب الفحوص والتطوير، لان فعلا في مصر عندنا مفيش حد مهتم بهذا الموضوع بالرغم انه سهل. يعني بقول لكم هو سهل، احنا بنبصوا انه حاجه صعبه. الفحوص والتطوير ده حاجه سهله جدا، عندنا الريسورسز دي موجوده جوه في قلب مصر. المشكله الثالثه عدم توافر الدراسات التسويقيه عن المنتجات المطلوبه بالاسواق والتي يتم استيرادها بكميات كبيره. طب احنا مش عارفين طب نشغل ايه؟ يجي الشباب يقول طب قول لي نعمل ايه؟ ايه المشروع؟ للاسف مفيش داتا بيز عندنا، مفيش بيانات عندنا تقول ايه اللي بنستورده من بره واللي احنا محتاجين نشتغل فيه. انا قلت بعمل دراسه عشان هذا السؤال بقى الرد ده، دراسه على الاجهزه المنزليه، جمعت من كل الشركات ايه هو اللي انت عايزه بالظبط، ايه اللي بيسرده من بره، ايه اللي بيجيبه من جوه، وعملت هذه الدراسه وطلعت الحاجات دي وحولتها الى مجموعات. يعني مثلا مجموعه الموتورز لو بصينا هنا هتلاقي هنا مكونات الغسالات، هنا مكونات الثلاجات، هنا مكونات البوتاجاز، مكونات الجاز والهيتر اللي هو السخان الغاز، السخان الكهرباء. ايه فيهم بيشتغل بالموتور؟ عندنا الغسالات، في عندنا اندكشن موتور ده غسالات الفرونت فود، الغساله اللي هي العاديه بتاعتنا بتاعت زانوس دي. في في يونيفرسال، في المانيوال توب اللي هي الغساله اللي هاف اوتوماتيك. هنا البامب موتور، الموتورز ليها قصدي البامب ليها موتورز، وفي سوليد باك برضه في ملفات. في الغساله الثلاجه اسف فيها برضه مروحه للنوفروست، والبوتاجاز برضه ليه مروحه بتاعت الجريل، وفي صنات فات في الجهاز والتربيع. اذا لو واحد عايز يشتغل في الفيج بتاع الموتور في عنده كذا حاجه. فطب ناقص ايه؟ ناقص الفوليوم، هجيب لكم الفوليوم دلوقتي، بس انا بقول لكم دلوقتي ده بجمع كل الحاجات، لان انا لما اجي اشتغل في الموتور فلازم اعرف ايه جنبها. ما انا خلاص خدت النو هاو بتاع الموتور بقى دلوقتي. ممكن اشتغل ده النهارده، بكره لما اكبر شويه اشغل ده. اذا لازم ابقى شايف قدامي الرؤيه بتاعتي رايحه فين. وانا بستثمر نفس القصه برضو عندنا السنسورز، يعني مثلا برضو عندنا في اللي هي الحساسات، في عندنا حاجه اسمها بريشر سويتش في الغسالات، وفي سيرموستات. اي حد فينا بيسمع سيرموستات؟ للاسف السيرموستات كله، شوف عندنا كام مليون ثلاجه بتصنع وكام مليون بني ادم عنده ثلاجات وبنستورد سيرموستات لغايه النهارده. يعني لو حد صنع سيرموستات هيبقى ملك، مش بس للمصانع، المصانع والافتر سيرفيس. فالموضوع لازم يبقى الناس فاهمه قد ايه الحجم بتاع الحاجات دي كلها. الدمبر، الكابينت السيرموستات، التايمر، التايمرز كلها بالكامل سواء كانت ميكانيكال او ديجيتال كلها موجوده اهي. التايمر بتاع الغسالات سواء كان الفرونت لود ولا التوين توب اللي هي الهاف اوتوماتيك، برضه التايمر بتاع الثلاجات المفروست، التايمر بتاع البوتاجاز، كل دي تايمر ما حدش بيصنعها هنا في مصر. ولما حضراتكم تشوفوا اللي بيصنع الحاجات دي صناعات بدائيه، ناس فعلا على قدها. مفيش بس غير واحد عمل التصميم وانه هاو خلص خلاص وكله شغال، كله بيشتغل، هي دروس جامعه مع بعضها وخلاص وخلصت القصه على كده. وكم اختبار بيتعمل وطلعت. فالموضوع مش صعب، الموضوع مش المهم نعمل ايه وازاي. نفس القصه
يعني بقول لحضرتك دي اشكال كتيره جدا من المكونات اللي احنا ممكن نشتغل عليها. الهيتنج اندستري، تخيلوا ان الهيتر ده على فكره يعني مؤخرا في ناس بدات تشتغل في الهيتر ده، بس الهيتر ده عباره عن حته سلك موجوده جوه ماسوره بس، بس لازم تكون معزوله بماده معينه عشان ده بيبقى جوه في قلب المايه. فحاجات بسيطه كلها، حاجات بسيطه بدا يصنع في مصر العلم يعني. اذا احنا عندنا الحاجات دي كلها، كل ده طبعا حد اشتغل في الهيتنج ايلمنت او في السخانات يمكن يشتغل الحاجات دي كلها. الجاز فلو برضو ده على فكره لسه برضو مؤخرا بدا يتصنع، ده فلتر بتاع الثلاجه، الثلاجه فلتر حته ماسوره نحاس وفيها حبه سلك جيل من جوه، ده كنا بنستورده من بره لسه بدا يتصنع قريب. يا جماعه بصوا تشوفوا حاجات فعلا مش محدش بيفكر، لان محدش عارف الحجم قد ايه، حجم السوق قد ايه، اصنع قد ايه، مين هياخد مني. عشان كده بقول وظيفتك جنب بيتك مهم فعلا، بس مش لازم جنب البيت قوي يعني. بس المهم اهي يعني دي منتجات بنشتغل عليها. ليكتك سويتش، اي مش بوتن كده في السخان، ليه مش بوتن، لاي مفتاح، حاجات فعلا تلاقيها حاجات سيمبل جدا، كام حاجه بلاستيك تك تك وهات سوست كده خشوا مع بعض الكلبسات خلصت. الحاجات دي كلها بتشوفوها حاجات فيري سيمبل والممكن ان هي تتصنع بسهوله جدا هنا جوه مصر ويتم استيرادها للاسف. طيب جيت بقى انا عملت، طيب الحاجات دي عايزين نصنعها في مصر، عايزين نعمل بقى طفره، تعالى يا جماعه نصنعها في مصر، تعالى نشوف مين هنا في مصر اللي هو ممكن يصنع الحاجات دي. فمسكنا ايه امكانيه التصنيع، هل ممكن يصنع في مصر ولا لا؟ ففي حاجات دايما عندنا امكانيه عاليه، وفي امكانيه متوسطه، في امكانيه ضعيفه، في حاجات مثلا روح التحكم مثلا، نقول مثلا دي صعبه محتاجه برضه سوفت وير شويه فهتاخد مرحله ثانيه. نبدا بالايه بالاسهل، فلقينا الموتور سهل، عندنا ناس بتجمع موتور، اذا عندها برضه اسس ممكن نقعد معاهم نتعاون معاهم ونبدا نصنع الموتور ده نفسه. بدانا ناخد الحاجات دي كلها وشفنا مين اللي يقدر يصنع ايه، وطبعا لقينا المصانع الحربيه عندها امكانيات كتير بس ما بتعملش الكلام ده، فممكن تعاون معاهم فعلا. برضو في كل الحاجات، بس انا حبيت بس اوري ان في حاجه مثلا الحاجه بيبقى فيها يعني صناعه مغذيه ومغذيه مغذيه، يعني انت لو عندك صناعه ممكن كمان يتعمل عليها صناعه ثانيه. الحاجه المهمه بقى قد ايه الكميات؟ في حاجه اسمها جي اف كي، شركه بتعمل دراسات تسويقيه، الشركه دي هي اللي باخد منها البيانات بتاعتي. الشركه دي بتعمل ايه؟ بتلف كده على كل التجار وبتعرف كم منتج غساله عملته من يونيفرسال، من توشيبا، من زانوسي، مش عارف ايه، من بره، من ال جي، من سامسونج، من اي مكان، وبتبدا تعمل كده تشارت تقول لك حجم السوق قد ايه في هذا المنتج. يعني السوق مثلا الثلاجه مثلا في مصر قد ايه؟ مثلا 2 مليون ثلاجه في مصر. سوق البوتجاز قد ايه؟ في مصر بس 2 مليون، بره مصر يعني بالتصدير 3 مليون. تمام؟ سوق الغساله التوب لود قد ايه؟ مليون. الفرونت لود قد ايه؟ 700,000 وهكذا. من هذه الدراسه بنبدا نعرف السوق بتاعنا فيه قد ايه. في حاجه انت هتسالي؟ فاذا احنا بنتكلم هنا ادي الاسعار، ادي الكميات والاسعار، وادي الفلوس اللي هتبقى موجوده عندنا قد ايه. فالحاجه موجوده، في كميات موجوده. عشان الكلام ده نشوفه بشكل اوضح شويه ممكن نعمله على هيئه كيرفات بحيث يبين الايه. يعني مثلا هنا نبدا، لو انا مثلا عايز ابدا ازاي؟ ابدا بالحته دي، ابدا بالحته دي اللي هي اكبر حته. لو انا عملنا بريتو لوب نبدا نخلد 20% اللي بيعملوا لي 80% ويت عشان فعلا يبان الامباكت بتاع اللي احنا هنعمله. فممكن نشتغل في حبه حاجات زي التايمرز، زي محابس الغاز. محابس الغاز بتاعت البوتاجاز كل بوتاجاز فيها على الاقل 4 محابس. لو قلت عندنا 2 مليون يعني بوتجاز يبقى 2 في 4 ب 8، 8 مليون محبس. يعني لو حد جه يعمل مصنع محابس هيعمل قد ايه؟ مليون 2 مليون هيغرق السوق، هو ضامن 100% انه هيغرق السوق. تمام؟ نفس القصه في التايمر. يعني كل حاجه شغاله فيها تايمر. يعني اللي انا عايز اقوله ان انا هنا وريت، تعالى نبص قد ايه الكميات المطلوبه. تعالى ناخد في الاول، نبدا بدول الاول عشان نبدا في الباقي.
طيب احنا بقى عندنا في مصر احنا قلنا ان عندنا اربع حاجات دعائم اساسيه نشتغل عليها. قلنا الدعم الفني كان الاول. هل في عندنا دعم فني؟ احنا عندنا دايما الارض والايه، دايما بنتكلم عايزين ارض ورخص وعايزين قرض وناسين الحته الفنيه والحته التصويريه. السد الاجتماعي مبني اساسا على هذا الموضوع، وطبعا كانت مشروعات كثيره بتقوم بهذا الموضوع. في مشاريع نجحت وفي مشاريع للاسف فشلت، واللي نجح في الاول بدا يتوقف تاني، قلنا عشان خاطر الاستمراريه، عشان التنافسيه. طالما ما عندكش انت رخص تصوير، ما لحقتش نفسك وتعمل المنتج بتاعك انت اللي يتناسب مع السوق بتاعك، اكيد هتوقف بعد شويه. طبعا دي الاماكن الحاليه اللي عندنا، يعني كدعم فني في تعليم الصناعه وفي مركز التكنولوجيا، للاسف هي مش موجهه صح، فمحتاجين الحاجات دي كلها تتوجه صح وتشتغل صح ويتصرف عليها صح. الكلام على الكلام بتاع جهاز المشروعات اللي اتعمل، يعني احنا كنا بنشوف الجهات الداعمه دي كلها اللي شفناها في السلايد اللي فاتت ديت، لو احنا جمعناهم كلهم في حته واحده زي ما حصل دلوقتي، كاننا عندنا القارب ده بتاع التجديف، تمام؟ كل واحد اداره، كل واحد بدون اداره، كل اداره بتشتغل وبتشتغل بشغل غير عادي، ولكن كل واحد ليه فكره سياسته، وهو يتخيل ان هو بيعمل احسن حاجه، وهو بالفعل في قناعته كده. ما قلتش ان حد فيهم بيعمل حاجه وحشه، ولكن انا بجدف كده وفي اقتناعي ان التجديف كده هو اهم من كده. واحد تاني بيجدف في اتجاه تاني، فبالتالي القارب واقف في مكانه، عمره ما هيتحرك. القارب عمره ما هيتحرك لانك جبت كل الناس كلها حطيتها في الاماكن بتاعتها بدون موجه اساسي. ودي الحته اللي اضافتها الدكتوره عبله، حته الايه اللي قلنا عليه، لازم حد منسق عام يمسك هذا الموضوع. هذا المنسق العام هو اللي هيبقى ليه رؤيه وهيوجه الناس دي كلها. يبقى زين اول خطوه اتعملت حطيناهم في قارب واحد، تمام. هل ده هيحل مشكله؟ لا، لازم ان احنا يكون عندنا منسق عام عشان خاطر ايه يحل المشكله، من غير كده مش هينفع. فكل واحد فيهم جاي باتجاه، لو هم كلهم اتحطوا في القارب ده هيمشوا مع بعض وهيبقوا في الاخر نسيج قوي موجود عندنا. اذا لابد فعلا من ان احنا نكمل الحته بتاعه جهاز المشروعات اللي يبقى فيه حد فوق فعلا منسق عام لهذا الموضوع. طيب احنا كده عملنا او قلنا ان التطوير مهم قوي، فعشان كده لازم ان انا اشتغل. انا هنا دلوقتي ده الوضع الحالي بتاعي، فانا عايز اوصل للحته اللي فوق، عايز اختار الاسواق الجديده بمنتجات جديده، فلازم اعمل منتجات جديده بجوده حلوه، وفي نفس الوقت لازم افتح اسواق جديده. لو فتحنا اسواق جديده واحنا اوريدي عندنا اتفاقات تجاريه ممتازه جدا، ولو نجحنا في هذه المنتجات الجديدة هنقدر فعلا نخترق كل الأسواق الخارجية. الاستراتيجية بتاعتنا بقى هتعمل ايه بقى؟ فإذا انا لازم اشتغل على ثلاث حاجات اساسيين، ودي الاستراتيجية بتاعتي، ان انا لازم ارفع الكفاءات العمالة والمعدات. العمالة المقصود بها طبعا من المهندس للعامل لكله على بعض، والمعدات لازم اشتغل على هذا الموضوع. الحاجة الثانية لازم اصنع منتجات مبتكرة، ما ينفعش ان انا دايما اجيب المنتج اللي بره واجيبه هنا واحطه هنا وخلاص وخلصت القصه. الحاجه الثالثه لازم التكامل، يشتغلوا كلهم في تجمعات صناعيه عشان خاطر يبقى في تنافس جوه وفي معلومات موجوده وفي كل حاجه موجوده، الناس بتشتغل على حاجه صح. وثلاث حاجات اساسيه بيلر بيساعدونا، هي توريد الخامات باسعار تنافسيه، وقلنا ده هيتعمل لو بقى في مجمع، تقديم الدعم الفني والتكنولوجي الار ان دي زي ما قلنا، تسويق وتوزيع. لو عملنا الكلام ده كده خلاص احنا كده انتجنا كل حاجه، وهيبقى عندنا عائد مرضي جدا، تطور في الصناعه، قدره على المنافسه، وهيبقى في اسراء لحياه المستهلك. لو في اي مشكله هنرجع تاني ممكن نعدل اي حاجه من هذا الموضوع. فدي استراتيجيه ممكن نشتغل عليها هتحل كل المشاكل ان شاء الله. دي بقى التوصيات. وبرده يعني انا طبعا مقتنع بالكلام بتاع الدكتوره عبله ان احنا مش هنعمل وزاره ثانيه خالص، ولكن زي ما قلنا من شويه لازم يكون في كيان فعلا ماسك القصه دي. وزي ما قلنا في القارب ده ان احنا حطيناهم الاول كلهم في قارب واحد، بس فين التوجيه؟ فلازم يكون في لجنه تنسيقيه، ولا يكون حد منسق هو اللي هيمشي الدنيا كلها،
حاجة تانية إنشاء هيئة متخصصة للبحث عن فرص الاستثمار المتاحة. إحنا عايزين نعمل استثمار موجه، يعني زي ما شفنا كده إيه الحاجات اللي عندنا تستثمر فيها. مش يجي واحد من بره أنا عايز أعمل مولات، اعمل مولات يا عم، عايز أعمل مصنع مستيكر، اعمل مصنع. لا، لازم الاستثمار يبقى موجه عشان خاطر يساعد الصناعة ويقلل الاستيراد. إنشاء بنوك معلومات وقواعد بيانات ما عندناش، لازم ناس متخصصة تعمل هذا. على فكرة طلبت الكلام ده من جهات يعني مثلا الرقابة على الصادرات والواردات، قلت لهم ادوني اللي انتم بتستوردوه كله شكله ايه. للأسف ما بتاخدش معلومات دقيقة لأنها مفيش توجيه من فوق احنا عايزين نوصل لإيه بالظبط. جات البيانات كلها ما تعرفش جاية حاجة، ما كنتش انت في الفيلد نفسه وعارف ايه اللي بيحصل مش هتعرف، لأن المكونات دي كلها بتيجي على إنها كتاب غسالة، فعنده غسالة فتحس إن هو بيستورد غسالة، إنما محدش شايف الموتور كام موتور، محدش شايف الكلام ده كله. فمحتاجة كل واحد يغوص في الحتة بتاعته ويبدأ يجيب اللي تحتها شكله ايه. ضرورة وجود مراكز بحوث تطوير تابعة للمدن والمناطق الصناعية والحرفية التي تتواجد فيها المشروعات الصغيرة، دي مهمة جدا. الراجل بتاع المشروعات الصغيرة ما ينفعش يشتغل من غير ما حد يقول له انت رايح فين وجاي منين، المواصفات بتقول ايه، هتصدر ايه، لازم اشتغل على التصدير. يعني لازم المصنع الصغير من دي وان، زي ما امبارح الطلبه قالوا كده او الساده المهندسين اللي عرضوا، هو من دي وان عايز يصدر. ده صح مظبوط، لان اللي بيفكر في مصر بس مش هينجح، لازم التصدير. الحاجه الاخيره هي انشاء معارض تحدي تكون. ده مقصود بيه ايه؟ احنا نعمل معرض دائم عشان نعرف برضه منه البيانات. الحته دي مهمه جدا يا جماعه، ان لو انا جيت عملت معرض بيسموه معرض سلبي، انا بعرض ايه؟ انا بعرض اللي انا بستورده. عايزين نعمل معرض دائم موجود، انا بستورد كذا وكذا وكذا وكمياتي منها قد كذا. لو كل شركه تعمل كده وفي الاخر كل صناعه تعمل كده، وده مفروض واجب لغرف الصناعات الهندسيه واتحاد الصناعات، بس ده يكون معرض فور فري، لان ما حدش هيجي يتطوع يقول لك انا بجيب قد ايه وبعمل ايه. ده انت طالب منه رسمه، طالب منه كميات، طالب منه اسعار، محدش بيدي الكلام ده بالسهل. فلازم يكون المعرض فور فري، انا بساعد الصناعه وبساعد نفسي. طبعا لما حد يجي بقى من كده، مين الرواد لهذا المكان؟ اي حد مستثمر يجي تعالى خش المعرض ده. مستثمر يجي يخش المعرض، ايه ده؟ انتوا عايزين 2 مليون موتور؟ طب انا اشتغل في الحته دي. انتوا عايزين 3 مليون محبس؟ انا اشتغل في الحته دي. فاذا بقى عندي صوره، بقى عندي خطه استثماريه موجوده قدامنا. لو انا عندي المعرض ده هيبقى عندي سهل جدا اعمل خطه استثماريه لكل المكونات بتاعتي. انا ما عنديش المعرض هعمل ازاي؟ اجيب منين؟ للاسف يعني احنا لازم نعمل حاجه زي عشان دي تبين احنا عايزين ايه. انا كده خلصت، ولو اي حد عنده استفسار افتح باب الرقابه. بشكر الدكتور بهجت على عرض ممتاز متميز علمي مرتب يعني جذاب سهل جميل. وخليني يعني انا بالنسبه لي انا بشتغل في مجال صناعه السيارات، فالكثير من هذه الاشياء بتدق جرس مع حاجات كثيره بنعاني منها في هذه الصناعه، لان طبعا صناعه الاجهزه المنزليه في رايي انا سابقه صناعه السيارات في التطور بتاعها داخل جمهورية مصر العربية. احنا كتير من الموردين اللي بيوردوا لصناعة الأجهزة المنزلية بيشتغلوا مع صناعة السيارات، ففي parallels كتيرة بريمس. اعتقد في مجموعة من الأسئلة، فأنا عشان حرصا على الوقت هنبتدي بمهندس شريف. شكرا. انا الشيخ الديواني مستشار جمعيه رجال اعمال اسكندريه. اولا انا موافق حضرتك على الاقتراح انك تجيب واحد ياباني يمسك الجهاز بتاع الصناعه السريعه. حاطط العالم الياباني. لا ده انا يبقى موافق لو ودى اللي في بالك، انا موافق ما عنديش مانع ان حد يجي، بس مش ده السؤال بتاعي. انا معجب جدا بفكره او التركيز على البحث العلمي، انا اسف البحوث والتطوير كمترجم من البحث العلمي والصناعه، عجباني جدا الفكره دي.
بس هي ده تكلفه معينه، يعني هو ما هوش مصدر دخل قوي، يعتبر تكلفه ممكن يكون مصدر دخل. فاللي انا عايزه من حضرتك تشرح لي البيزنس موديل بتاع الفانكشن دي، الخدمه دي، وهل الواقع في مصر في تقدير حضرتك البحوث والتطوير دي تبقى موجوده في الشركات الكبيره زي ما حضرتك اتكلمت، ولا في التجمعات، ولا في التجمعات ازاي حتى نتاكد ان هي مرتبطه بالسوق وان عارفه صناعات كبيره عايزه ايه؟ يعني انا عايز افهم حياتك، لان الفكره انا شايف انها نقطه حساسه وحرجه جدا في التكامل وفي التقدم اللي حضرتك شرحته، واشكرك عليه انه فعلا جميل جدا زي ما قال الدكتور. ممكن سؤال ثاني؟ ماشي انا بس طب حاولت بسرعه على اذنك، لو في وقت ما يردش انا مش مشكله، ما فيش وقت. طيب احنا هناخد كل الاسئله، ممكن يهمني السؤال الاولاني. طيب السؤال الثاني لو في وقت ارد عليه. انا برضو المعضله في الموضوع التصور حياتك تعرضته ده دايما بيبقى في ذهني، احنا عندنا مشكله في مصر بنفكر في الصناعه زي من الابره للصاروخ. فانا عايز اعرف ازاي الواحد يعرف احنا مش هنقدر نعمل الابره للصاروخ. طبعا احنا هنقف نقف فين؟ يعني حد تاني بيعمل ابره كويس، مش ضروري نعمل احنا الابره. فحياتك التصور انت طرحته ده للمكونات المختلفه والسخانات وفيها في حاجات كتير جدا، امتى نعرف بعد الابره نقف فين ونبتدي منين؟ شكرا. هي تعقيبات وملاحظات اكتر من اسئله. اول حاجه دكتور بهجت يعني ينضح بالحماسه، وده شيء عدوى لنا كلنا وشيء طيب، واعتقد انه الكلام ده مفيد قبل الجلسه الثانيه بتاعت هنمول ازاي. عايز ارجع بالذاكره كده بس افكركم حاجه للمهتمين بسوق المال والبورصه. اول شركه قطاع خاص طرحت في التسعينات كانت شركه القاهره للصناعات الدقيقه، جزء من مجموعه اولمبيك. وقتها كانوا 27 مليون جنيه بس، كلنا كنا مذهولين ايه ده، شركه قطاع خاص وبتنجح. النجاح جه عشان كان بدايات الار ان دي ودراسه السوق بين مجموعه نجحت، وشفنا اشتروا ايديا اللي كانت بتفلس وانتقلت وبعدين استحوذوا عليها. كانت قصه نجاح نامل كتير من المشروعات اللي شفناها امبارح ويمكن نشوفها النهارده تبقى كده. وده بينقلني الموضوع تاني. دكتور بهجت بيتكلم عن الجهات الداعمه، واتكلم في عمود كده البنوك والصندوق وشركه ضمان مخاطر. انا مش عجباني قوي كلمه الداعمه، لان احنا عايزين نشتغل عشان نكسب ونغطي مصاريفنا. كنت احب انك تقول الجهات المموله، واللي بيمول عايز ياخد فلوس، قد يخسر في واحده بس يكسب في ثلاثه. ويمكن من باب يعني بس الانتماء شايف انه في حاجات ناقصه، يعني جنب البنوك في صناديق استثمار وفي شركات استثمار خاص. وعايز اقول لكم انا بقالي شهرين ثلاثه بقابل كتير من اللي بيشتغلوا في شركات الاستثمار المباشر، وكلهم عندهم مشكله يلاقوا الفرص الجيده. يعني مش انه مفيش فلوس، لا، اعرف بتحديدا ثلاثه بيقول لي بس الاقي واحد وهحط عنده فلوس. ودي مشكله انه مش بنلاقي بعض. عايز اربط بقى للنقطه الثالثه اللي سيادتك قلتها بتاعت المعرض الدائم والمعلومه. في حاجه اسهل، مفيش معرض ممكن كلنا نحضره في كل وقت. متاكد انه في 200 واحد كانوا يحبوا يبقوا معانا بس ظروفهم ما سمحتش او الانترنت يا جماعه الدنيا سهله. انا ذهلت من الثلاث امثله اللي شفناها امبارح، بس متاكد ان كل اللي اعرفهم مهتمين بالمجال مش هيوصلوا. نفسي يبقى في موقع واحد اسمه انتربرينور ايجيبت، يبقى سهل كل واحد من القصص دي له صفحه، يقوم اللي هيخش الساعه 11 بالليل يخش 9 الصبح، يخش من استراليا يخش من الصين يلاقيه. دي مهمه جدا وسهله ومش هتتكلف اي حاجه. بسرعه كده اخر تعقيبين، وايد جدا حكايه انه لو جهاز تنميه المشروعات الصغيره ما عملش حاجه غير معلومات عن السوق ده مهم، لانه ما حدش فينا هيعرف يعملها لوحده.
وشركات التسويق طبعا ما فيش رخصه بتاخدها عشان تعمل شركه تسويق. انا ممكن اعمل واحده بكره الصبح وهبقى غالي ويا عالم بياناتي دقيقه ولا لا. انما لو ما عملناش غير ان انا اقول في 2000 منتج مصنفين زي في الجمارك بالكود الموحد، ابقى عارف ابره 3 سنتي مش عارف بتخش فين بيجي كام، هختلف معاك في حته بقى من حق. المدخل الابوي بتاع ان احنا هنقرر له وندرس له ونساعده ونشطفه ما بيمشيش. رايي لو اديته المعلومه بس سيبه في حاله. الثلاث فرق اللي شفناها امبارح اشتغلوا من غير ولا حاجه من دول. ما انا مع حضرتك، عمر ما هيبقى فيه موظف في جهاز اداري للدوله مع احترامنا له دي شغلته. رأس المال والاستثمار والممولين بيحبوا ده، هيقتنعوا ازاي؟ هيلاقي يقول له بص انا درست الدبوس الستة متي ده اللي بيعمل معرفش ايه عشان يلحم كذا. لازم لو الشاب او الشابة ما عملش الحتة الزيادة دي من نفسه وما ادتهالوش بمعلقة مش هقدر اموله. فانا بقول كويس انه ندرس السوق. هيبقى صعب برضو انه ابقى مراكز تطوير تابعة للمحليات لانه احنا عارفين الدنيا ماشية ازاي، وهيبقى اهدار مال عام لو خد عينة وما طلعتش منتج وهيتحبس. بس عايز اذكر حضراتكم ان انا عندي جامعات النهاردة عامة وخاصة، عامة بالذات مش بقيم رئيس الجامعة ولا العميد ولا الاستاذ على مدى ما جلبه من تمويل بحثي، بحسبه على بيجي في ساعات الريادة الطلابية ويمكن اللي ما نشره من بحوث. في دول اخرى تقييم للتجديد لاستاذ او ترفيته بقول انت جبت كام بحث عملي عمل. نستغل الجامعات اللي عندنا وفيها ناس، من حضرتك قلت محقا لا بيتكلم لغه ولغه. انا ساعات بيدعوني اشارك في مناقشه رسائل دكتوراه وماجستير، لما اقعد اقول لهم وروني يا جماعه بتبحثوا في ايه في مجالي يعني مالي، اقول انا هرسوا ده احنا مش عايزين كل ده. لو سالتوني هقول لكم في 20 حاجه نحب تدرسوها بدل ما واحد يدرس على حاجة نظرية. فطبعا تاني بحيي العرض المتميز وبس ندي المعلومة زي ما تفضلت، اعتقد الدنيا هتجري. وشكرا. انا عندي 5 تعليقات ومفروض ان احنا نقفل السيشن بعد 5 دقائق، فلو كل واحد علق في دقيقة عاوزين ندي برضو الدكتور بهجة فرصة ان هو يرد على التعليق. فانا مش عاوز اتاخر، معلش ما انا ملتزم في الغلط. علي اتفضل. دكتور احمد شكرا، ودكتور بهجت شكرا على العرض الشيق. انا حاول اقول تعليق بس تعليقات تلغرافيه. انا كان ليا شرف ان انا من فتره طويله قعدت 15-16 سنه اشتغل في مجال شركه، كنت بقود شركه من اكبر شركات تصدير في مصر. سنه 2010 كنا بنصدر تقريبا 160 مليون دولار من مصر، شركة موكيت ماك. وعندي تجربة خاصة في موضوع ان احنا نعمل سيتنج اب لR&D department. كنا مصدر 95% من الانتاج وكان عندنا R&D department وجبنا ناس من اليابان ومش عارف ايه، واشتغلنا بفكرة تعميق الصناعة المحلية. وعندي تجربة هانزون كبيرة جدا في هذا الموضوع. وعايز افكر بس الدكتور احمد يتذكر ايام يعني كان ودكتور عبلة كانت معانا، احنا في IMC سنة 2008-2009 اتعمل حاجة اسمها National Supplier Development Program، فكرتها تعميق الصناعة المحلية انها تجيب تلم الديماند من كل الشركات العالمية اللي هي الشركات القاطرة، انا مسميها شركات اللوكوموتيفز القاطرة، وتحاول تدور على الفيدر اندستريز اللي هي الصناعات المغذية القائمة، الناس اللي عندها الكابابيلتيز بالظبط كلام حاجة بتقوله ده، او الناس اللي ما عندهاش، تسوق فرصة الاستهلاك لحد مستثمر عايز يستثمر ويكابيتالايز على هذا الموضوع. ولكن للاسف مع تغييرات كثيره جدا حصلت في السنين الاخيره البرنامج كله دمر بما فيه، او مركز كله دمر بما فيه هذه المبادره اللي انا كنت شايفها في حاجه كانت رائعه وكان بيقوم على العمل فيها. ولد كان بيشتغل في يونيليفر قبل كده بقى سبلاي تشين دايركتور في يونيليفر. يعني احنا عندنا تجارب في هذه البلد ناجحه جدا للاسف، بس هي ما بتستمرش. وبناء عليه انا عايز انتقل الى ااكد على النقطه اللي الشريك بيسامي قالها. انا بشتغل النهارده في مجال الاستثمار المباشر وبنشتغل مع مستثمرين ونشتري شركات. 100% راس المال موجود، راس المال بيدور على فرص، الفرص هي اللي للاسف غير متوافقه مع راس المال. فبرضو دي نقطه انا باكد عليها. النقطه الاخيره هاكد عليها قبل ما اعمل الكول تو اكشن، النقطه الاخيره عايز اكد عليها، انا في رايي دايما كل ما نطلب من الحكومه اقل
كل ما يبقى افضل. يعني انا في التعامل مع الحكومه انا دايما بشوف less is more. انا اجي اقول للحكومه اديني الحد الادنى واحنا علينا احنا بقى كقطاع خاص وكقطاع اهلي ان احنا نشتغل وبناء عليها نحمل كول تو اكشن. انا هاضغط على دكتور احمد فكري صديقي هنا هقول انا في رايي مربط الفرص في الحدوته دي كلها ان حد يعمل كوانتيفيكيشن او عمليه حصر كمي للفرصه. وانا هطلب من اتحاد الصناعات انه يتبنى هذا الكلام ولو ما عندوش بادجت احنا نشتغل مع اتحاد الصناعات ونجيب له تمويل ان احنا نعمل حصر للفرصه. بالظبط الجدول حاجه عملته ده اللي بيقول في 20 مليون مقبض بوتاجاز محتاجينهم سعر المقبض كذا بيتم استخدامه 100% وبعدين ناخد ده ونعمله تسويق مع منظمات الاعمال نروح الاي بي اي ونروح الاي جي بي ونروح للامشام ونروح مره ولا حاجه. يعني لو نقفل هذه المعلومه ويبقى بس دور الحكومه ادينا معلومات ادينا بس اكسس على الداتا بس. يعني لو هم عندهم داتا غير كده نعمل احنا عمليه الرفع للداتا ده وساعتها نقدر فعلا ان احنا نفعل هذه المنظومه ونكتسب رؤوس الاموال والعمليه دي كلها تشتغل مع بعض. وشكرا جزيلا. أنا معلش انا يعني باعتبار انا بدير الجلسه من حقي اودي. لا انا يعني عاوز اعلق بس على موضوع الناشونال سبلاي ديفلوبمنت بروجرام. انا في اعتقادي كان من احسن البرامج اللي عملها الاي ام سي وكان اساس فيه في صناعه السيارات والمهندس شادي امين هو اللي كان ماسك هذا الموضوع وعمل فيه شغل كبير. الحاجة الوحيدة اللي أنا في رأيي لو عاوز البرنامج ده يتعمل تاني ويبقى له إمباكت كبير هو إنه لما تعمل تقفل الجاب اللي بيساعد في قفل الجاب يدور معانا على فرص تصديرية. إحنا what was missing هي الفرص التصديرية وفي شركات عالمية عندها أكسس للفرص التصديرية عشان تحطك على الجلوبال فاليو تشينز. دي كانت يعني ميسنج بارت. بالنسبه لاتحاد الصناعات احنا في عندنا لجنه مسؤوله عن تعميق التصنيع المحلي في الاتحاد وانا اللي هعمله ان انا هعمل لينك بين حسام حسنين اللي هو ماسك اللجنه دي والدكتور بهجت عشان نعم عضو في اللجنه اصلا. طيب يبقى انا مش محتاج اعمل لينك يعني هو وفر ال هو بقى هو هيرد على سؤال. طيب زيادة النائب عبد الحميد عشان في دقيقة واحدة. أنا الموضوع الخاص بتداول المعلومات لأنه ده مهم جدا. يعني أنا كنت وأنا جاي مع الدكتور عبلة في الأكاديم أنا مقدم مشروع قانون حول تداول المعلومات بالشكل الصحيح اللي بقى ما يقولش لا ده أمن قومي وده مش عارف إيه. ما إحنا مع الأمن القومي والدنيا كلها وده وطن والدستور برضه لان المعلوماتيه ده مهمه جدا مش للصناعه بس لكل الناس. الحكم الرشيد اساسه فده جزء اللي يخصني في التشريع وانا يعني اجتهدت انا وبعض الخبراء وفي مشروع قانون هيخش يا رب يوافقوا عليه. الحاجه الثانيه العرض الجيد اللي قاله الدكتور بهجت يعني بيفكرني بموضوع احنا كنا متبنينه واتكلمنا فيه قبل كده وهو محتاج نظره برضه من اتحاد الصناعات ومحتاج نظره من كل المجموعه اللي موجود في هذا المطار. هو ايه؟ انا عملت نوع من الرصد للمناطق الصناعيه في مصر. مناطق صناعيه تبع المحافظات، مناطق صناعيه تبع للتعمير، مناطق صناعيه تبع للتنميه المحليه للتنمية الصناعية. يعني متوزع دم ومهدر دم الصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية في المحافظات بشكل فيه مشاكل من أول البنية الأساسية لحاجات كتيرة جدا مشاكل. وفي الآخر خالص لا المستثمر بيعرف ولا المناطق دي كلها تكاد تكون. يعني أنا رصدت كل الـ 12 كلها مناطق مهجورة وسيئة ومشاكلها كتير. هذه المناطق محتاجة نظرة لو في الكيان أو في النظرة الصحيحة. ده بالعكس بقى ده في يعني عارف مثلا عندنا في السويس لجنة منطقة اسمها المنطقة الصناعية الأولى دي صدر لها قرار جمهوري من سنة 78 وجرداء وكثير من المحافظات. أنا بقول إن ده هدر للمال وللوقت وللأراضي وكذا. إحنا محتاجين مش بس في المناطق دي اذا كان في الكيانات في التشريع في كذا يبقى قدام مننا حاجه كلنا اللي موجودين هنا يساعدوا في ان احنا نوصل للصح. شكرا. آه
دكتور هشام. انا فندم خلاص اتركت اسئلتي. تمام. هي ليها تعقيبات سريعه طبعا بما ان الوقت ضيق. انا شايف احنا بنتكلم على استراتيجيات، خلينا نبعد عن الخصوصيات ونتكلم على الصوره الكبيره في الاستراتيجيات. احنا في مصر هنا حسب التصنيف بتاع ال World Economic Forum WEF احنا في الخانه الوسطى اللي هي Investment Led Economy، معناتها ان احنا ولا احنا Factor Based ولا احنا Innovation Led، وبالتالي دي لها خصوصيات. لو هنتكلم انا شايف في ترند النهارده بنتكلم كتير قوي على موضوع التصنيع المحلي ومنع الاستيراد والتحجيم من الاستيراد والكلام ده. الكلام ده فيه خطوره شديده جدا على الصناعه. معظم المدخلات ومعظم المواد المساعده والحاجات اللي هي مش باينه، حضرتك اتكلمت على حاجات كبيره لكن في حاجات صغيره، في زيوت تبريد لمكنات لازم تيجي من بره. اولا ايكونوميكلي ما ينفعش انك انت تعملها، وبالتالي ان الموضوع الثاني اللي هو بتاع القيمه المضافه، احنا الفيصل في الكلام ده هو انه يبقى عندك قيمه مضافه عاليه. خلينا اديك مثال سريع، الطياره الامبرير اللي احنا كلنا بنروح بيها في الطيران الداخلي دي طياره ايه؟ برازيل، معموله في البرازيل، طياره متوسطه، ما هيش بوينج ما هيش ايرباص، هي امبرير. امبرير دي لو هتطبق عليها نسب التصنيع لن تحصل على شهاده منشا برازيل. ليه؟ الموتور بتاعها رولز رويس، وده نقطه بيع، يبيع الموتور الرولز رويس في الطياره بتاعته. الافيونكس اللي فيها من امريكا، قيمتها بتتعدى 70% مدخلات اجنبيه، ولكن القيمه المضافه فيها عاليه لدرجه انها استطاعت انها تنافس وانها تبيع لمصر للطيران طياراتها. فبالتالي احنا عايزين نبص على موضوع الاستراتيجيه بتاعه التصنيع على انها مش يعني ان احنا نقول هنستعمل مكونات مصريه 100%، لا، احنا نستعمل انسب المكونات بانسب الاسعار عشان منتجك يجد قبول. انت لما تعرف ان حاجه هتخرب بعد يومين ما تشتريهاش مهما كان سعرها. فالموضوع ده مهم جدا في انك تحدد انت هتنتج بانه مواصفات. موضوع المواصفات القياسيه لازم يعاد النظر فيه، لان دي برضه من ضمن مشاكل الفراجمنتد اندستري اللي احنا فيها. يعني ايه المواصفات القياسيه؟ احنا عندنا مواصفات من كل صوب وحد. المواصفات المصريه ما بتغطيش كل حاجه، لازم ناخد مواصفه قياسيه عالميه ونضبط المواصفه دي زينا زي السعوديه زي انجلترا. النهارده تلاقي دي اس داش ايزو كذا، خلاص الديريكت بريتش ستاندرد بقى ايزو، وهو ده اللي بيسهل لك النفاذ للاسواق. النهارده الرسائل اللي بتقف في الجمرك عشانها غير مطابقه للمواصفات، لانه انت عندك مواصفات غير مطابقه للمواصفات اللي هم العالم كله شغال بيها. وبالتالي من ضمن الديفراجمنتيشن للاستراتيجي بقى بتاعتنا ان احنا نتولى او يعني نادوبت مواصفات قياسيه عالميه. سريعا برضو موضوع البحث العلمي، انا بشترك في مجالس ادارات عده جهات بحثيه كرجل صناعه. اقدر اقول ايد كلام المهندس شريف، استاذ شريف، انه الاستاذ او الهيئه العلميه التعليميه لا تحاسب على الابحاث اللي بتعملها، ومش مطالبه انها تجيب ابحاث، ولما بتروح لهم بنقطه بحثيه بتجد صعوبه في انه يفرغ لك استاذ او طالب، وبتاخد سنين عشان توصل نتيجه. واحنا في الريتم بتاع الصناعه الكلام ده ما ينفعش، احنا عايزين نتيجه بعد 6 أشهر بكتير. فبالتالي موضوع البحث العلمي ده موضوع كبير جدا، واوله برضه لو بنتكلم على استراتيجيات يا دكتوره لازم نفعل المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا من اول، هو ده اللي بيحط استراتيجيات البحث العلمي، ويبقى من ضمن الاستراتيجيات بتاعتها انه بيتخطى او بيعدي ما يسمى وادي الموت، هو فالي اوف ديث في تمويل البحث الصناعي. يمكن اكتفي بهذا القدر لانه مش عايز اطيل. انا دلوقتي طب ممكن فعلا يعني
دقيقة سريعة. طيب. لا أنا أولاً معلش لا أنا يا فندم بشكر حضرتك على العرض وخصوصاً آخر خمس دقائق. إحنا قلنا المعلومات وقلنا الكلام بس أنا بعترض على غير بيسمح لي أعترض على حضرتك لأن إحنا جايين يا فندم عايزين ننام الصناعة المصرية مش عايزين نقول نشتغل حتى لو خطأ ونصحح الخطأ لكن لابد إننا نشتغل واحنا عايزين نشوف احنا عايزين ننمي الصناعه ازاي والصناعات الصغيره وبعدين العرض اللي عرضه الدكتور هو بيقول حاجات صغيره محتاج لكن انا حاجي اوقف كل حاجه عشان خاطر استوردها من بره عشان يعني اشوف يعني دي احنا ما كناش عملنا المطلوب احنا جايين عشان كيف ننمي الصناعات الصغيره المصريه فانا معلش اعذرني شكرا يا فندم اتفضل وسريعا كده حضرتك بس هي النقطه النهارده لازم في الاول انا بعمل المشروع ده اشوف الباير بتاع مين انا العميل بتاعي مين هل هو عميل سوق محلي ولا تصدير لان زي ما حضرتك قلت المواصفات بتختلف فالنهارده انا بصنع وفقا لاحتياج العميل فدي تبقى استراتيجيه واضحه هل انا هعمل الوحدات دي مخصصه للتصدير ولا مخصصه لتلبيه احتياجات السوق المحلي فدي جزئيه الجزئيه الثانيه زي ما الدكتور قال النهارده انا في اي مدى وفي اي مستوى هبقى تشغيلي اقتصادي بمعنى النهارده لو حضرتك صنعت قطعه الغيار دي لو انا بجيبها بالصين هنا بتيجي وصل مصر ب 20 جنيه وانا لو انا صنعتها هتبقى ب 40 جنيه او ب 30 جنيه فبالتالي مش هتنجح لان الاستيراد هيكون بديل افضل خصوصا ان احنا وصلنا للبيك بوينت في موضوع سعر الصرف والمفترض كل التوقعات بتقول ان الاتجاهات المستقبليه ان سعر الصرف ينزل وبالتالي ده هيبقى تحدي للصناعه المصريه لان لازم يكون في بفر او قوه تنافسيه اكبر للسوق المحلي عن المستورد شكرا دكتور عبله في عجاله دكتور بهجت طبعا شكرا حضرتك راجل جميل يعني في عجاله رسائل سريعه جدا حضرتك اتكلمت على المراكز التكنولوجيه وان هي ما بتفيدش وده بيدل على ان احنا الاصلاح المؤسسي اللي كنا بنتكلم عليه امبارح محتاجينه جوه كمان المراكز التكنولوجيه نفسها عشان المراكز التكنولوجيه دي تشتغل يعني عايزه تنظيمه مختلفه تماما وعايزه تناول للقصه بتاعت يكون في شق تشريعي كمان براءه الاختراع وازاي براءه الاختراع اقدر احمي الشركه اللي بتحاول ان هي تصنع جزء عندها في حته ميسنج عندنا تماما مهمة قوي النقطة التركيز على قصة الـR&D والانترميديشن الوساطة ان احنا طول عمرنا بنقول عايزين نربط الصناعة بالبحث العلمي دكتور بهجة تركز على حكاية ان لازم حد يترجم ده وفي نقطة غششها للدكتور احمد واحنا قاعدين الترجمة عايزة من الصناعة من الكونسيومر من المستهلك لحتى بتاع الـR&D اللي جوه الشركة وبعدين من الـR&D اللي جوه الشركة للجهات العلمية وهم في اتنين انترميديشن مش واحدة حضرتك بتتكلم على الاستيراد بكم كبير للخامات عشان الشركات محتاجاها ده محتاج تشريع يعني كنا بنتكلم امبارح على ان التشريعات اللي الدوله بتتبناها بتخدم الكبير لكن الفكر بتاع ان في واحد صغير هيستفيد في الاخر ما هوش مش موجود الناشونال سبلاير بروجرام من الحاجات اللي بالتاكيد لازم ترجع تشتغل الكلام اللي كان بيقوله الاستاذ امير لا يختلف لا ما فيش اي خلاف ما بين حضرتك وبين الدكتور هشام ولا الدكتور بهجت بالتاكيد ان في حاجات هنحتاج نفضل نستوردها مع الوقت هنقدر ان احنا نعملها واللي مش هنقدر نعمله هيبقى في الاخر مينيمم ومش مطلوب اكتر من كده حاجتين ايجابيتين لازم اقولهم في نهايه الجلسه دي اللي هم مهمين الدكتور بهجت اوريدي شغال معانا فيما يخص الاجهزه المنزليه اتعمل اجتماع مع الست شركات الكبار بتوع الاجهزه المنزليه عشان نحدد منتجات بعينها يتعمل لها حاليا دراسات الجدوى وهتتنفس فعلا في محافظة الفيوم ودلوقتي مع محافظة البحيرة كمان بيخصص لها الأراضي يعني نتكلم عليه ده مش كلام في الهوى ولا أحلام تحت مسمى وظيفتك جنب بيتك هيتم تنفيذ هذا الكلام أدي واحد تاني حاجة الاقتراح اللي قاله الشريط بي سامي اللي عمال يتكلم بعيد دلوقتي خليك معايا الاقتراح اللي حضرتك قلته بتاع ان يبقى في موقع بيتكلم على الشركات ايه والافكار ايه وانا بقول لحضرتك دلوقتي احنا في ECS هنطلع موقع هنعرض عليه اللي اتعرض امبارح الافكار اللي هتتعرض النهارده وكل اللي هيجي لنا بكونتاكت انفورميشن عليها للي يحب يتواصل معاها فاحنا هناخد هذه المبادره
وهنحط عليها كمان المعلومات اللي حضرتك حطيتها في الجداول اللي بتقول على استهلاكنا من الحاجات المختلفة، لان ده يوفر المعلومة زي ما كان الاستاذ علاء بيتكلم من شوية اللي هي محتاجين نعملها على كل القطاعات مش بس على القطاع ده. فانا حبيت اقول بس نقطتين ايجابيين. هعقب كده بسرعة برضو عشان خاطر يعني الحمد لله الاسئلة كلها يعني بتدور حوالين برضو نفس الحاجة. فهو يعني زي اول سؤال طبعا سأل ان ايه هو الشكل وشكله ايه بتاع الارض. انا هقول لحضراتكم هو طبعا المفروض الشكل يبقى ازاي هقوله، بس العمل ازاي في الدول اللي سبقتها. يعني الصين مثلا، الصين نفتكر واحنا صغيرين لسه كنا لما نيجي نشتري قطعة غيار دي صيني اوعى تاخدها، وبالفعل كنا نجيب الحاجة الصيني ما تقعدش معانا شهر اتنين خلاص باظت. الصين زمان كانت كده، انا رحت الصين سنه 84 كانت لسه يعني كلهم لابسين لبس ازرق، وكانت الصناعه هناك يعني متواضعه جدا جدا. بداوا بشركه اسمها شركه كينز، الشركه دي تبع الحكومه، الحكومه هي اللي عملت الشركه دي. طبعا هم زي مركز من مراكز التميز عندنا، احنا عندنا عملنا 13 مركز تميز، لو اتعملوا بالطريقه الصح اللي اتعملت في الصين كان الكلام ده انتهى، لان هم عاملين مراكز تميز، واحد في الهندسه او الهندسيه، واحد عاملين البلاستيك، واحد للانفيرمنت، يعني مصنفين. وده اللي موجود في فرانهوفر بالظبط زي ما قلت من شويه. الجامعات نفسها بتعمل مراكز تميز جواها، يعني كل جامعه بتتبنى مركز تميز في احد الحاجات. يمكن كنت بتكلم امبارح مع جامعه النيل مع الاستاذه هبه ان المفروض ان الجامعه عارفة عندها الدكاترة أقوى في إيه، أو الجامعة متميزة في إيه، تيجي عاملة مركز تميز في هذا الموضوع. الحتة دي هي دي، هو ده الـ R&D بقى، يتعمل بقى R&D مظبوط، يبقى ده اللي لينك بين الجامعة وبين السوق اللي بره. وبيبقى معظم الناس اللي فيه الدكاترة وبرضه بيبقوا شغالين فين في السوق. شركة كينت بقى دي عملت إيه؟ عملوها دي للأجهزة المنزلية وخطوط الإنتاج بتاعت الأجهزة المنزلية، زي R&D كده بالظبط. واي حد عايز يعمل منتج بيروح هناك، عندهم طقم كبير جدا، معامل كتير جدا، وانا زرت المكان ده بنفسي. بداوا بعد ما عملوا قطع الغيار كلها في الدنيا كلها برضه بR&D، بس ما كانش عندهم النو هاو، تعاونوا مع جهات اجنبيه منهم فرانهوفر، تعاونوا مع روسيا، بعتوا لهم ناس بقى يعلموهم هناك. يعني انا ما عنديش حد اعمل ايه، انا كحكومه عندي قصوره ان انا اتعاون مع جهات زي الصين زي المانيا زي اي حته، يا جماعه احنا عايزين نعمل مركز تميز للسيارات، تعالوا يا جماعه يقعدوا معانا يعلمونا ازاي نعمل الحاجه دي. احنا بقى عندنا الحاجات دي، يعني مثلا انا يعني ازعم ان يمكن في الاجهزه المنزليه عندنا الحمد لله من يعني ممكن نعمل اي حاجه في الاجهزه المنزليه من الابره الصغيره. ده ممكن نعمل جوه مصر، اه ممكن نعمل جوه مصر. الاثبات اه في اثبات كتير، عملنا منتجات كتير. فالشركه دي لما اتبنت بالشكل ده بقت تعمل المنتج وكمان خط الانتاج بتاعه. الشركه ديت عشان هي كانت شركه حكوميه فكانت بتعمل الكلام ده برسوم صغيره جدا، فاي واحد عايز يصنع حاجه بيروح للشركه دي، والشركه دي قائمه الى اليوم. بس طبعا يعني شغلها قل شويه. ليه؟ لان بدات الشركات كلها تعمل بحوث وتطوير. احنا ممكن في مصر نشجع اي شركه عندها بحوث وتطوير تاخد حوافز، حوافز تصديريه مثلا كنا عاملينها مره قبل كده، كانت مثلا هي كانت 10%، قلنا لا 6% عادي ياخدهم، والباقي لو عمل حاجه اضافه مثلا، لو عنده بحوث تطوير، لو حاجه زي كده. فاذا احنا محتاجين فعلا ان احنا نشجع بحوث التطوير، فممكن تتعمل في شركات. الحاجه الثانيه الحكومه لابد يعني تاخد جزء من هذا الموضوع، فهو بالفعل موجود مراكز تميز. تعال بقى نعملها صح، تعال نجيب حد متخصص يمسك كل مركز ومركز، المركز ده المفروض يا جماعه يبقى فيه كذا وكذا، الكاليبر اللي موجوده فيه تكون كذا، وده هيشتغل برضه بكوست قليل. الكوست قليل لان الشركات الصغيره مش هتقدر على هذا الكوست، ما يقدرش يجيب مهندس كوست تطوير والمكن بتاعه ما يقدرش يعملها، انما الدوله ممكن تعملها وهي بالفعل موجوده. يعني في حاجات موجوده عندهم، عندهم اخر مكنه جايبينها 3D برينتنج بتعمل متر، ودي حاجه غاليه جدا. اذا هم عندهم امكانيات، بس ما فيش الاستراتيجيه، ما فيش الهدف شكله ايه، انه انت عايز تعمل ايه بالظبط. فاذا ده الزامبل بتاع هذا الموضوع. الحته الثانيه اللي احنا بنقول ان احنا مش عايزين نستورد كل حاجه من بره، فعلا احنا قلنا هنشتغل بباريتو لو. باريتو لو ده بيقول ايه؟ انت بتستورد كل حياتك كلها بالكامل. طب انا يعني اشتغل في ايه؟ اشتغل في اكتر حاجه بجيبها، اكتر حاجه ليها امباكت عندي.
ال 20% اللي بيعملوا امباكت 80% ايه هم دول كم منتج. فانا مش هشتغل في كل حاجه في وقت واحد، لازم افوكس بشتغل على حاجه عشان فعلا لما اشتغلت عليها تبان فعلا بتقلل الاستيراد وبتدي يعني لوكال كونتنت اكتر او فاليو ادد اكتر. طبعا حته ال يعني عايز اقول برضو اكزامبل للاسف برضو عشان نؤكد على حته ان احنا نعمل المكون محلي والمكون ده يستمر معانا فتره طويله. كان في شركه اسمها شركه زانوسي اشتركت مع شركه بتاعه الكباسات وعملوا كباس احسن كباس موجود في الشرق الاوسط في هذا الوقت، كان في التسعينات، وكان الكباس ده بيصدر لكل الدول الافريقيه وكان في مصر رقم واحد. ليه؟ لانه لما هم عملوه طبقا للمواصفه المصريه. يعني ايه مواصفه مصريه؟ يعني احنا عندنا الطيار للاسف الشديد بيطلع وينزل، هي مش مواصفه، هي ايه الواقع بتاع مصر. كل افريقيا كلها بالكامل بتلاقي الطيار ينزل ل 140 ل 280، ده انهي مطول يشتغل على كده؟ فالمواصفات ما بتقولش كده خالص. انما هو الراجل قال لك ايه؟ قال لك لا انا بقى هعمل مطور يستحمل ده، وقعدوا مع بعض واشتغلوا وعملوا هذا المطور. عشان كده المطور ده مشي بشكل زي صاروخ، قعدوا قد ايه؟ 10 سنين شغالين زي الفل. بعد كده حصل خلاف بينهم، فالجزء الايطالي اللي هو زانوسي ده ساب الشركه، والناس المصريين قال لك احنا ملوك السوق، زانوسي مين يا عم؟ السلام. وهم بقى هم الاساس في الحته دي. قعدوا بعد كده 3 4 سنين، وبعد كده فين المطور؟ الكباس بتاعهم سعره غالي. ليه غالي؟ ليه؟ لان هو ماشي بتكنولوجيا قديمه، ان هو شغال بالنحاس من جوه والحجم بتاعه كبير، فبالتالي سعره غالي. كمان كفاءته مش زي الجديد. جم الناس الكوريين والصينيين دخلوا بمطور تاني مصنوع بمواد مختلفه، خامات مختلفه من عندهم، فبقى حجمه اقل وكفاءته اكتر، فبالتالي سعره بقى ارخص. فجي دخل الراجل ده عندي عشان يصنع عندي. ساعتها انا كنت ماسك رئيس شعبه الاجهزه المنزليه، قولي احنا عايزين نعمل رسوم اغراق. ليه رسوم اغراق؟ ده في كذا كذا. خدت الموضوع ودرست الموضوع، لقيت ان فعلا هذا الكباس معمول بتكنولوجيا قديمه. قلت لا ده مش اغراق، اغراق لما يكون نفس الحاجه وهو بيبيع بسعر ارخص من سعر التكلفه. انما لا ده مش اغراق، الراجل حاجته البيل اوف ماتيريال بتاعتها او القائمه بتاعتها تكلفتها اقل منك كتير، لانه استخدم كذا وكذا وكذا. التكنولوجيا اللي مستخدمها احسن من اللي عندك، فبالتالي بقى السعر بتاعك غالي وكفاءتك اقل، يبقى انت لازم تطور من نفسك. طبعا هو ما عندوش الار ان دي اللي يقدر يعمل كده، فبالتالي قعد محلك سعر. ودلوقتي مش فيهم حد عشان يشتريهم، المحل بتاعهم من حد يشتريهم. مش فاهم سيادتك وصلنا لايه؟ عشان ما فيش الحته الفنيه، كان في حته فنيه خليتهم عدوا لمسافه كبيره جدا، وبعد كده لما سابوا الحته الفنيه ديت او الحته الار ان دي خلاص وقف تاني. الباشمهندس كان سأل على موضوع المواصفات، انهي مواصفات؟ احنا في الار ان دي بدأ نشتغل بحاجه اسمها الموديلاريزيشن. يعني انا لما باجي اصمم منتج بصممه بمديول معين، بحيث لما اجي اغير ده لو عايز لوكال هيبقى اشتغل بالجزء ده، طب انا عايز تصدير لا احط دي زياده عليه هيديك تصدير. فهو بقى ده الشغل اللي بيقول عليه اللي هو الار ان دي. فالار ان دي لازم يشتغل بفكر بحيث ان هو يأدبت السوق المحلي ويأدبت المشكله. بس ده السوق المحلي فيه كذا سيجمنت جواه، في اللو سيجمنت والميد سيجمنت والهاي سيجمنت. انا وانا بعمل منتج لو انا فعلا جيت على الراجل بتاع الايكونومي ده مش هشتري مني. لو انا عملت المنتج ده بهاي كواليتي من البدايه ويستحمل ريليفنت عاليه جدا جدا هيبقى غالي على الايه؟ على البيز موديل. لا في الحاله دي بقى افصله بقى لوحده، اعمل تصميم صغير للايكونومي وده يبقى ايكونومي ليه مواصفات معينه، وفي تصميم تاني للهاي اند اللي هو هيتصدر تمام، ده ليه مواصفات تانيه. انما يوجوالي في الار ان دي بتتعمل ميتلايزيشن اللي هو مديول بتضيفه ده يشتغل تصدير، مديول بتشيله وتحطه من الثاني ويشتغل محلي. دكتور بهجت بشكر حضرتك جدا على الاجابه على كل الاسئله.